يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. كالعادة حلقات كلام في الميديا بتبقى غاية في الأهمية، لأن في الحقيقة بيبقى عندنا حديث كتير سواء فيما يتعلق بالرياضة المصرية بشكل عام، بعض الأخبار والجوانب المحلية، وكمان فيما يخص بعض الأخبار العالمية. ودايما دايما زي ما حضراتكم متعودين اخر اخبار النادي الاهلي ده بيبقى اهم شيء في حلقات كلام في الميديا. كل ده هيكون على مدار حلقه اليوم تحديدا وكما هو المعتاد. خليني اقول لحضراتكم كمان ان الاستاذ طارق عوض الناقد الرياضي الكبير هيكون ضيف حلقتنا النهارده في الجزء الثاني تحديدا، والاستفاضه كل الاستفاضه في كل الملفات اللي بتخص الكره المصريه بشكل عام، وكمان فيما يتعلق باستعدادات النادي الاهلي لمباراه صن داونز، وده اللي اكيد اهم بالنسبه لكل جماهير الاهلي في كل مكان. الاول أهم العلوم. اتحاد الكرة يأسف لمشهد انسحاب الزمالك من القمة ويؤكد تطبيق اللوائح. الحكم الليتواني يسلم تقريره للجنة الحكام قبل سفر. الأهلي يغلق ملف القمة ويبدأ الاستعداد لمواجهة صن داونز. وصول بعثة صن داونز إلى القاهرة. والليلة في دوري الأبطال، نابولي يواجه برشلونة وتشيلسي مع بايرن. طيب، يعني مش محتاج ان انا اشرح لحضراتكم المشهد بالامس. للاسف كل الناس تبعت مشهد مؤسف للكره المصريه، للرياضه المصريه، لسمعه الرياضه المصريه في جميع انحاء العالم، وحاجه اكيد ما كناش نتمناها بقى مختلف الانتماءات بشكل عام يعني في مصر. لان دايما دايما بصراحه مباريات الاهلي والزمالك هي مباريات كبيره وبتعكس الصوره اللي المفروض ان هي تبقى جيده لكرة القدم المصرية المفروض يعني. لكن مشهد الأمس ده غريب شوية، يعني ما كناش نتمناه إطلاقا في كرة القدم المصرية يعني. دايما دايما أهلاوي أو زملكاوي الكل بيستنى مباريات الأهلي والزمالك يتمتع، وبعد كده بيتمنى فوز فريقه، ده أمر مفروغ منه، الأمر الطبيعي اللي احنا متعودين عليه دايما يعني. لكن بصراحة الأمر يحزن على إيه؟ يعني عشان اوضح كلامي، على شكل الكوره في مصر، يحزن على شكل الكوره في مصر فيما يخص الاهلي والاهلاويه وجمهور النادي الاهلي. الاهلي مش خسران حاجه، الاهلي ملتزم، الاهلي عارف جدا لوائح والقوانين، عارف جدا مبارياته وجدوله في بطوله الدوري، وملتزم بيه لابعد درجه ممكنه. حتى لو عنده مباريات مهمه بقى، صن داونز غير صن داونز، انا في جدول عندي ملتزم بيه، وده اللي كان بينادي عليه لو تفتكروا النادي الاهلي من اول الموسم، ساعة لما المباراة دي كانت المفروض هتتلعب في الأسبوع الرابع بشكل طبيعي وتأجلت للأسباب اللي حضراتكم كلكم تابعتوها. كان الأهلي الهدف الأساسي منه إيه؟ إن هو يلعب في التوقيت الصحيح لهذه المباراة طبقا للجدول المعلن لبطولة الدوري العام، وده ما حصلش. فأمر في الحقيقة يعني يضايق شوية، يضايق شوية على شكل الكرة في مصر. لكن بالنسبة لنا إحنا كأهلاوية، النادي الأهلي فاز بثلاث نقاط إمبارح. النادي الأهلي بيتصدر بطولة الدوري منفردا. النادي الأهلي حقق 16 انتصار متتالي، ناقص لنا انتصار وحيد ونعادل رقم المدرب الكبير مستر مانويل جوزيه، 17 انتصار بإذن الله نوصله من خلال مواجهة إنبي في بطولة الدوري قبل بداية الدور الثاني. فالأهلي مش خسران حاجة، جمهور النادي الأهلي سعيد، جمهور النادي الأهلي مبسوط بتخطي مباراة الأمس، أيا كان بقى الفريق المنافس جه ما جاش، دي مش بتاعتنا، دي مش مشكلتنا إحنا خالص يعني. المشكله اللي ممكن تكون بتضايق الكل هي مشكله الشكل بتاع امبارح ده، مش حلو يعني. وانا بصراحه في مثل كده بيجي في يعني جه امبارح في ذهني، بحب اتكلم معاكم كده بصراحه يعني. عندي اخويا صغير اسمه عمر، بلعب انا هو دايما بلاي ستيشن دايما يعني، فبصراحه بيقعد دايما ايه يقطعني في البلاي ستيشن يعني. كل 50 ماتش اكسبه ماتش، لما بكسبه الماتش ده بتهرب من الماتش التاني، ما انا بقى كسبك يا ابني، تعالى العبني الماتش يا ابني، انت اصلا ما بتعرفش تلعب، انا كسبتك اخر ماتش خلاص، طب ماشي بعدين
انزل اروح مشوار اهرب منه يعني. فالمشهد اللي انا شفته امبارح ده فكرني بالموقف الخاص بيا يعني. فللاسف للاسف يعني حاجه ما تدلش على اسم الكبير للفريق المنافس يعني. امر غريب ما كناش نتمناه اطلاقا، وكنا نتمنى ان المباراه تتلعب والافضل هو اللي يكسب. طبعا احنا كاهلاويه كنا نتمنى الاهلي يكسب، الزملكاويه كانوا يتمنوا الزمالك يكسب، لكن في كل الاحوال الاهلي خرج ب3 نقاط، الاهلي التزم بالمباراه، الاهلي التزم بالميعاد، التزم حتى لما الميعاد اتقدم ساعه كمان او اتاخر ساعه كمان بقى 8:30 بدل 7:30، اللاعبين كانوا موجودين، الحكام كانوا موجودين، وكل شيء ماشي بشكل جيد جدا. وان شاء الله باذن الله نتمنى ان المشاهد دي ما تتكررش مره تانية. واللي عايز اكد عليها لحضراتكم ان النادي الاهلي ملتزم بكل اللوائح والقوانين وملتزم بكل شيء وملتزم بالجدول الدوري. ممكن واحد يقول لي دلوقتي طب الاهلي هيشتكي لاتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه في بيانه لما اتكلم كده بعد عقوبات لجنه الانضباط، ده شيء وده شيء. انا بمشي في خطواتي بشكل طبيعي جدا، لكن في نفس الوقت انا ملتزم بالجدول اللي عندي، في نفس الوقت ملتزم باسمي وكياني، كيان النادي الاهلي بعاداته وتقاليده، ملتزم بشكل ومظهر الرياضه المصريه. هو النادي الاهلي كده، نادي الوطنيه، طبيعي جدا ان هو يلتزم بكل هذه الامور. فاكيد الاهلي عمل كل اللي عليه، والاهلي اتكلم في الجزئيه او مش اتكلم يعني، الاهلي اتعامل مع الوضع، وبالنسبه له مباراه امبارح ما كانتش مباراه. بالنسبه له ان هو فاز ب3 نقاط وقدم مران في استاد القاهره الدولي في اطار الاستعداد لما هو قادم. بدايه من مباراه سان داونز المقبله. فدايما دايما نتمنى ان احنا ما نشوفش هذا المصر، خصوصا بصراحه يعني احنا انتوا عارفين احنا برنامج كلام في الميديا هنا دايما بنتناول الصحافه والمواقع المصريه وبعض المواقع والصحف العالميه يعني. الشكل في العالم كله بعد شويه هعرض لحضراتكم كلام الناس علينا ايه يعني، على الكره المصريه او على القمه تحديدا ايه اللي حصل، الناس قالت ايه، الناس اتكلمت في ايه. فدي جزئيه مهمه جدا. الاهم بالنسبه لي بقى، الاهم والاكثر اهميه واللي احنا لازم كلنا نركز عليه الفتره الجايه، مباراه سان داونز. احنا قفلنا ملف الدوري، اللي فات ده كله كوم، واللي جاي ده كله كوم تاني خالص، لان اللي جاي هو الاهم، اللي جاي هو الهدف الاساسي والرئيسي للنادي الاهلي ومسؤوليه جهازه الفني ولاعبيه، وقبل كل دول جمهور النادي الاهلي مستني بطوله دوري ابطال افريقيا. جمهور النادي الاهلي متشوق جدا لمباراه سان داونز او مباراتي سان داونز، الذهاب والاياب. الذهاب عندنا ان شاء الله يوم السبت الساعه 6 في استاد القاهره، 30,000 متحمس ومشجع وكل حاجه هيكونوا في الملعب ويأزروا الفريق بكل قوه. ده الاهم بالنسبه لنا كلنا. فسمه من سمات النادي الاهلي اللي احنا حافظينها وعارفينها كويس قوي، اللي حصل قبل كده ده خلاص احنا اللي خارجين كسبانين، احنا المتفوقين، احنا اللي البعض حتى لو اسمه كبير بيهاب مواجهه فريق النادي الاهلي. خلاص بنفكر في اللي جاي. وانا في الحقيقه جاي حلقه اليوم ومحمل بالكثير من الرسائل من جماهير النادي الاهلي لمين؟ للاعيبه ورجاله النادي الاهلي. الناس بتقول لكم يا جماعه احنا عندنا ثقه فيكم متناهيه. الناس بتقول لكم، ودي رساله للاعيبه النادي الاهلي من جمهور النادي الاهلي. الناس بتقول لكم احنا مستنيين منكم بطوله دوري ابطال افريقيا. الناس بتقول لكم انتوا ابطال حتى لو فقدتوا بطوله بضربات جزاء ايا كان الشكل ايه يعني، فقدت بطوله فانت قادر ان انت تعوض، وقادر ان انت تفرحنا لان انت امكانياتك كبيره، واللي انتوا لعيبه رجاله ولعيبه تقدروا تفرحوا كل جمهور النادي الاهلي. فالثقه فيكم متناهيه. جمهور الاهلي شايف ان انتوا من افضل اجيال، من احد افضل اجيال النادي الاهلي عبر تاريخه. دي حقيقه. احنا عندنا في كل الخطوط لعيبه ممتازه جدا، حراسة المرمى، خط الدفاع، خط الوسط، خط الهجوم، كله ممتاز. لعيبة تقيلة، لعيبة تجيب بطولة دوري أبطال أفريقيا، يجيبوا طبعا، قادرين. فإحنا بنساندكم، بندعمكم، في ظهركم، ودي رسائل كل جماهير النادي الأهلي، وأنا كان لازم أنقلها لكل لعيبة النادي الأهلي، لأن ده أمر مهم جدا، وهم عارفين طبعا إمكانياتهم الكبيرة، وعارفين جدا إيه المطلوب منهم خلال الفترة اللي جاية، والثقة كل الثقة في الجهاز الفني واللاعبين، وإن شاء الله بإذن الله يفرحونا في مباراتي سان داونز. مش بس كده، احنا عايزين بطوله دوري ابطال افريقيا، ده الهدف الاساسي والاسمى. اي بطوله طبعا هتقابلها على مدار الفتره الجايه هي بطوله مهمه بالنسبه لك،
بطوله كاس مصر، بطوله الدوري، خلاص انت بطوله الدوري كده يا جماعه، عشان برضه نبقى متفقين، شبه مؤكد يعني، شبه مؤكد عشان برضه ابقى منطقي مع حضرتك، الاهلي حسم هذه البطوله مش بشكل رسمي، وطبعا المنافسه تظل قائمه طبعا، لكن الفرق دلوقتي كبير ما بينك وما بين المركز الثاني والمركز الثالث، انت بعيد عنه، انت ماشي بشكل ممتاز. فالتفكير بقى، كل التفكير على مباراتي سان داونز، ده امر غايه في الاهميه، وكان لازم ان انا ابتدي بيه في حلقه اليوم تحديدا، عما حدث بالامس وتوابعه، وعن الفتره القادمه بالنسبه للنادي الاهلي. بالتالي الفريق بعد ما ادى مران امبارح في استاد القاهره الدولي، كان عنده ايضا مران النهارده في تمام الساعه 1:30 ظهرا، استعدادا لمباراه يوم السبت القادم امام سان داونز، والاستعداد بكل قوه وحماس. وعايز اطمن جمهور النادي الاهلي على حاجه مهمه قوي، الجانب المعنوي عند النادي الاهلي وعند اللاعبين مرتفع جدا. ممكن البعض يقول لك طب ما الاهلي خسر اخر مباراه، اخر مباراه من الزمالك في السوبر ضربات الجزاء، وامبارح ما لعبش يعتبر. هقول لك لا، لعيبه النادي الاهلي عارفين كويس جدا ان هم امبارح لو كانوا لعبوا يعني كان الاهلي باذن الله قادر يكسب، ده طبيعي جدا. عارفين كويس جدا ان ممكن المنافس ما يبقاش عايز يلعب عشان عارف امكانيات لعيبه النادي الاهلي. فمعنويا خلاص انت بتفصل من اللي حصل، واللي هيجي بقى واللي هيحصل هتتعامل معاه ازاي. انا بس عايز اعرض على حضراتكم عشان اقفل الملف ده خالص، لان دي طبيعه البرنامج، ردود فعل الصحف العالميه على مشهد الامس. نبتدي بصحيفه او الشروق التونسيه، صحيفه الشروق التونسيه قالت ايه؟ رسميا الغاء مباراه الاهلي والزمالك بسبب عدم حضور فريق الزمالك الى الملعب. تناول كبير جدا الصحف الافريقيه تحديدا مثلا، يعني ان الزمالك ما راحش الملعب. موازيك التونسيه قالت لك ايه؟ الزمالك ينهزم بالغياب امام الاهلي ويخسر نقاط اضافيه بخلاف الثلاث نقاط، ده امر متروك للوائح بقى اللي في اتحاد الكوره يعني. تمام، دي صحيفه موازيك التونسيه. كيك اوف الجنوب افريقيه بتقول ايه؟ كايرو ديربي ديسندد او ديسندس انتو تشوز، اللغه موارد ان هي جنوب افريقيه يعني مش عارف، لكن بتقول لك ديربي القاهره ينحدر الى الفوضى. دي كيك اوف الجنوب افريقيه، ديربي القاهره ينحدر الى الفوضى، للاسف منظر سيء جدا. سكر الجنوب افريقيه بتقول ايه؟ الزمالك سلم الاهلي انتصارا سهلا، زمالك هاند الاهلي ووك اوفر. طبعا انتصار كان سهل لان ما كانش في مباراه. رويترز قالت الزمالك يواجه عقوبات عقب الانسحاب من ديربي القاهره، برضو ده امر متروك للوائح والقوانين في الاتحاد المصري لكره القدم، لكن دي مجرد عينه بسيطه جدا لبعض الصحف الافريقيه والعالميه بخصوص ما حدث في مباراه الامس. احنا خلاص كل تركيزنا دلوقتي، وده امر مهم جدا، على المباراه المقبله وبطوله دوري ابطال افريقيا، وده التحدي والهدف الاهم والاساسي والاسمى. بالتالي انا عايز اقرب من الصوره بشكل اكبر، اطمن جمهور النادي الاهلي على استعدادات الفريق لمباراه سان داونز، فاروح سريعا لزميلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه الاهلي. ادهم مساء الخير عليك. برحب بيك زميلي العزيز امير هشام، وبرحب بكل مشاهدينا ومشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. اهلا بك يا ادهم، طمنا على المران النهارده، الامور ماشيه ازاي واستعدادات النادي الاهلي لمباراه سان داونز؟ الحقيقه بدا المران يا امير في تمام الساعه 1:30 ظهرا بمحاضره من المدير الفني ريني فايلر، المدير الفني للنادي الاهلي، اكد فيها على ضروره اغلاق ملف الدوري وضروره التركيز في ما هو قادم. عندنا مباراه مصيريه، مباراه سان داونز، مباراه محتاجه تركيز، مباراه محتاجه كل الجهد من اللاعبين. ان شاء الله مباراه مصيريه نتمنى الفوز للنادي الاهلي والتفوق فيها باذن الله. عايز اقول ان في لقطتين مهمتين جدا النهارده، كان في جلسه مطوله ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ ولاعبنا المتالق حسين الشحات ورمضان صبحي من اجل الدعم النفسي والمعنوي والاستمرار على حاله التالق بالنسبه لكابتن حسين الشحات، وبالنسبه لرمضان صبحي طبعا هو مقبل على مباريات هامه ان شاء الله من المنتظر ان احنا نشوفه سواء في لقاء سان داونز، سواء في الذهاب او في الاياب. الحقيقه كان في المران كان النهارده بدني خططي تكتيكي، ركز فيه المدير الفني ريني فايلر على العلو بالحمل البدني بالنسبه للاعبين،
وكمان ركز المدير الفني ريني فايلر يا امير على ضروره الضغط على حامل الكره، ضروره افتكاك الكره والقدره على استخلاص الكره في اقل وقت زمني ممكن. وده طبعا على الجانب الاخر طبعا لاعبي صن داونز بيتمتعوا بالمهاره وبنقل الكره، فبالتالي كان من المهم النهارده ان يركز المدير الفني ريني فايلر مع اللاعبين على ضروره افتكاك الكره والضغط على حامل الكره. عايز اقول ان النهارده كان في ادوار خاصه بالنسبه لاليو باجي الصفقه المنضمه حديثا للنادي الاهلي. ركز معاه المدير الفني ريني فايلر على ضربات الراس والتسديد من خارج منطقه الجزاء كحل من الحلول اللي ممكن يلجا ليها المدير الفني ريني فايلر من خلال المباراه المقبله وجميع المباريات المقبله في مختلف البطولات. كمان عايز اقول ان كان في ادوار مهمه جدا بالنسبه لاليو ديانج وعمرو السوليه في ضروره زي ما بنقول اللاعبين اللي بتتحرك فروم بوكس تو بوكس او من خط الدفاع الى خط الهجوم، ازاي اقدر ان انا انقل الهجمه وتوزيع الهجمات ما بين خط الدفاع وخط الهجوم ما بين مروان محسن واليو باجي وحسن الشحات ورمضان صبحي وكهربا، وتم اجراء تقسيمه على الجزء ده واوقف المدير الفني ريني فايلر التمرين اكثر من مره من اجل علاج الاخطاء والتركيز على كيفيه انهاء الهجمه بنجاح واحراز الاهداف بالنسبه للمهاجمين. طيب انت موضوع رمضان صبحي شارك في التدريبات بشكل كامل طبيعي جدا صح؟ بالضبط، رمضان صبحي النهارده شارك بشكل كامل وبشكل طبيعي جدا، وزي ما بنقول خطوه بخطوه ان شاء الله رمضان صبحي بيجيب فورمته. والحقيقه النهارده خد مران نقدر نقول بلغه الكره مران قوي جدا كويس ولقى استحسان من المدير الفني ريني فايلر. طيب الجانب المعنوي عند لعيبه النادي الاهلي ايه عايز اطمن عليه؟ عايز اقول وعايز اطمن جماهير النادي الاهلي يا امير روح عاليه جدا من جميع لاعبي النادي الاهلي، جميع اللاعبين مركزين مصممين على الفوز، مصممين ان شاء الله على البطوله التاسعه دوري ابطال افريقيا، مصممين ان هم يظهروا بمظهر النادي الاهلي وروح عاليه جدا. كان في دور كبير جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ ومدير الفني ريني فايلر مع اللاعبين ازاي نبقى كتله واحده الفتره اللي جايه، النادي الاهلي محتاج جهد جميع اللاعبين، لكن عايز اقول لك كان في حاله من الاصرار والعزيمه والثقه من لاعبي النادي الاهلي خلال الفتره المقبله ان شاء الله وخلال المران النهارده. ان شاء الله باذن الله يا ادهم. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز ادهم ندم رئيس قناه الاهلي واللي حضر مران الفريق النهارده في اطار استمرار لاستعدادات النادي الاهلي لمباراه صن داونز واللي ابتداها يعتبر امبارح طبعا بالمران اللي كان على استاد القاهره الدولي، وان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين لان في الحقيقه الكل بينتظر بطوله دوري ابطال افريقيا. الثقه والدعم والجاهزيه والتدريبات والجديه كل دي هتجيب لك باذن الله البطوله. الاهم من كل ده طبعا جمهور النادي الاهلي يفضل في ظهر فريقه واللي عنده ثقه كبيره جدا في لعيبته، ده امر غايه في الاهميه. طيب ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. الاستعدادات طبعا هتستمر على مدار النهارده وبكره ويوم الخميس كمان والجمعه حتى موعد المباراه يوم السبت باذن الله. 30,000 مشجع في هذه المباراه ان شاء الله يكونوا موفقين في مؤازرة لعيبه النادي الاهلي عشان يبقى فوز مهم جدا قبل مباراه الاياب. لو فوز مريح شويه هيبقى حلو قبل مباراه الاياب، في الحقيقه المباراه هتبقى غايه في الصعوبه. طيب خليني اتكلم معاكم شويه في طيب قبل ما نتكلم في بعض الاخبار المحليه والعالميه، خليني اروح اطمن على فريق صن داونز اللي وصل خلاص صباح اليوم للقاهره من خلال الاستاذ خالد علي منسق فريق صن داونز. يا استاذ خالد اهلا بيك. ازيك كابتن هشام؟ عامل ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. عايزين نطمن طبعا على بعثه صن داونز والاستعدادات وبرنامج الفريق حتى موعد المباراه. الفريق وصل النهارده على خطوط المصريه الصبح الساعه 5:30 وصلوا الفندق حوالي الساعه 7 فطروا وعندنا راحه سلبيه النهارده. البرنامج بتاعنا هيبدا من بكره ان شاء الله. تمام. تمرين الساعة 6 وتمرين التمرين الأساسي إن شاء الله هيكون يوم الخميس لأن ملعب استاد القاهرة هيكون يوم الجمعة في مباراة الترجي. الترجي مع الزمالك الترجي مع الزمالك، فالكاف طبعا أكيد إحنا فاهمين الحاجات دي، فإحنا هنتمرن قبل المباراة بيومين التمرين الأساسية بتاعتنا على استاد القاهرة يوم الخميس، ويوم الجمعة عندنا تمرينة وإن شاء الله المباراة يوم السبت. الأمور لحد دلوقتي الحمد لله كلها كويسة.
البعثة طبعا كاملة، ناقصة أفونسو وناقصة مورينا علشان الإصابة. في لعيبة ليبوسا ولانجرمان لسه إن شاء الله لسه مش جاهزين، فإن شاء الله لكن ممكن يكونوا جاهزين على المباراة، ممكن يكونوا جاهزين على ميعاد المباراة. الدكتور اللي هيحدد الحاجات دي. فبالنسبة لدلوقتي الدنيا الحمد لله تمام يعني. طيب عايز اتكلم بالتحديد على موسيماني وبالتحديد استعداداته لهذه المباراه، بيفكر فيها ازاي؟ هل في ذهنه مثلا الانتصار الكبير اللي حققه على النادي الاهلي السنه اللي فاتت؟ هل في استراتيجيه معينه هيلعب بيها مباراه الذهاب تحديدا مع الاهلي؟ اكيد المباراه اللي فاتت خلاص دي صفحه وانطوت، ما بيفكرش فيها، بيقول للاعيبته طبعا ان المباراه دي مش هتتكرر، عارفين الكلام ده كويس. اي حد عارف ان الموضوع ده كويس جدا. كل مباراه وليها ظروفها، كل مباراه وليها الوقت اللي هي بتتلعب فيه، الاستعدادات النفسيه للفرقتين، الاستعداد البدني للفرقتين، ازاي كل كوتش يقدر يجهز لعيبته ويحدد الخطوط العريضه اللي هو هيشتغل عليها. فنيات طبعا احنا ما ينفعش نتكلم فيها. الكوتشز اكيد كل واحد عنده الخطه بتاعته هيعمل ايه في المباراه، يقدر يسوق المباراه بلغه الكوره للي يقدر يكسب بيه. فالمباراه مباراه اكيد 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 المباراه هتكون قويه جدا. مباراه هتحدد بشكل كبير اكيد الفريق اللي هيصعد. الفريقين بيلعبوا كوره كويسه جدا. الفرقتين عندهم عناصر تصنع الفارق، زي ما موجود في النادي الاهلي موجود في نادي سان داونز. وان شاء الله التوفيق للفريقين يعني. امتى موسيماني بدا دراسه النادي الاهلي؟ وعايز اخد برضو تعليقه على ما حدث بالامس بخصوص مباراه الاهلي والزمالك وعدم تواجد نادي الزمالك في مباراه القمه. موسيماني شغال على النادي الاهلي من قبل القرعه. كان شغال على ثلاث فرق، كان شغال على الاهلي وعلى الزمالك وعلى الرجاء البيضاوي. اتفرج على اكثر من 10 مباريات للنادي الاهلي. طبعا شغال مع الاناليست ومحللين الاداء. فسايبهم دلوقتي في ميتنج. فالمباراه طبعا ليها اهميه كبيره جدا 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 عنده، واكيد في حاجات فنيات زي ما قلت لحضرتك، هو الهيد كوتش. بالنسبه للمباراه امبارح واللي حدث في مباراه امبارح، اكيد هو عارف فيها واتبلغ بيها لما وصل. فتعليق ما نقدرش نقول تعليق يعني، حضرتك عارف وكل الناس عارفه انه مفيش تعليق. كانت مباراه بالنسبه للنادي الاهلي كانت هتبقى تجربه قويه، لان داخل على مباراه قويه، مباراه سان داونز. احنا اتفرجنا على مباراه الاهلي والزمالك في ابو ظبي، كنا موجودين في ابو ظبي اتفرجنا على المباراه من الملعب. ف زي ما قلت لك وهنقول لك قبل كده، الاهلي كتاب مفتوح لفريق سان داونز. تمام. زي ما سان داونز المفروض يبقى كتاب مفتوح للنادي الاهلي. اكيد اكيد. لازم الهيد كوتشز يشتغلوا على نقاط الضعف بتاعه الفرقه المنافسه. لازم يبقوا عارفين هو هيلعب على ايه. اكيد بيتسو موسيماني عارف نقاط القوه ونقاط الضعف في النادي الاهلي، زي ما ريني فايرا عارف نقاط القوه ونقاط الضعف في فريق سان داونز. فاكيد زي ما قلت لك، هي مباراه لو هنسميها ديربي بين الجنوب وبين الشمال. اكيد. فرقتين بيلعبوا كوره، فرقتين ما كانوش يستحقوا ان هم يلعبوا الدور الثمانيه. بس القرعه كنا ممكن نتقابلنا في ادوار ثانيه بعدين، بس نصيبنا بقى وانا بالذات نصيب الاهلي دايما معايا، فمش عارف. البعض فسر الابتسامه بتاعتك بعد القرعه بشكل مختلف، انا عايز اعرف التفسير الحقيقي ليه بعد معرفتك بنتيجه القرعه مواجهه الاهلي وصن داونز. يا كابتن، اول حاجه انا قلتها تكرارا ومرارا، حضرتك تعرفني وكل الناس في النادي الاهلي يعرفوني. انا اهلاوي اب عن جد. تمام. فلما نبقى موجود في فرقه طموحهم وحلمهم وكيانهم ان هو بيقول لك نفسي يتحط الستارز اللي على الباتش بتاع النادي الاهلي، احنا لسه نجمه واحده.
يبقى نفسنا نبقى ده اكيد بالنسبه لهم النادي الاهلي حلو. اللي يجي ويكسب النادي الاهلي اكيد انا بالنسبه لهم ان هو النادي الاهلي. انا دايما دايما اي حاجه بنمثلها بنمثل النادي الاهلي، بنقول له النادي الاهلي كذا، دايما النادي الاهلي الهيستوري بتاعي اللي انا بناخده ونقول عليه، فهم دايما حتى النادي الاهلي معظمهم المره اللي فاتت طلبوا مني تيشيرتات للنادي الاهلي. فبالنسبه لهم النادي الاهلي قيمه وقامه كبيره جدا. الناس هتيجي تقول لك الراجل ده بيتكلم، لا انا بنتكلم علشان انا في المطبخ. الكلام ده بجد موجود. فلما بيجي موجود يقول لي النادي الاهلي لما كسبنا المره اللي فاتت انا مبسوط وزعلان، مبسوط وزعلان. بس لما يجي يقول لي النادي الاهلي زي ما يقول بيعايرني بقى ان انا كسبتك وان انا كذا، فاحنا دايما ده موجود، موجود في الفرقه حتى بعد المباراه اللي فاتت. لسه دلوقتي فانا ما كنتش عايز الكلاش ده يحصل. انا واحد من الناس ما كنتش عايز نلعب النادي الاهلي. ما كنتش حابب تلعب النادي الاهلي؟ لا مش حابب نلعب النادي الاهلي طبعا. مش حابب نلعب النادي الاهلي. ليه؟ النادي الاهلي ليه حسابات خاصه. لا النادي الاهلي فرقه بطوله. النادي الاهلي اللي حدث السنه اللي فاتت ما يحصلش تاني. تمام. انا حتى بنقول لهم لو لعبتوا الاهلي 1000 مره انسى انك تكسب الاهلي تاني. حتى مني ليه وما بنبقى قاعدين ده بيحصل. وبنقولها قدامهم وهم عارفين ان انا حتى المدرب كل اللعيبه كل الناس عارفاني ان انا بشجع النادي الاهلي. بس طبعا زي ما قلنا شغلك اكيد اكيد شغلك طبعا. فهو انا بالنسبه لي ابتسامتي ان انا ما كنتش عايز حظي يقع مع النادي الاهلي. ففي اخر لحظه ديزي كوره طالع بيسحب القرعه فهو جنبي، بليز ما تسحبش النادي الاهلي، بليز ما تطلعش النادي الاهلي، بليز ما تخليش النادي الاهلي يلعب مع صن داونز. فطلع سحب القرعه لقيت اما شاف النادي الاهلي ثلاث او اربع ثواني لما فتح الورقه انا قلت انه خلاص ده صن داونز، انه فضحكت حسيت يعني ان انا لا يعني ما ده لو الحظ انت طالبه مش هيجي لك. فكده كانت لا طبعا جمهور الاهلي انا واحد من جمهور النادي الاهلي يعني اكيد. طيب عايز اتكلم بالتحديد عن نقاط القوه في النادي الاهلي من وجهه نظر الجهاز الفني لفريق صن داونز، تتمثل في مين؟ بالنسبه طبعا اكيد رمضان صبحي، قفشه، تمام، حسين شحات، مروان محسن، كل عناصر النادي الاهلي، كل عناصر النادي الاهلي القوه اللي بيعملها حساب اكيد رمضان صبحي. رمضان صبحي. طيب هل في استراتيجيه معينه هيلعب بيها مباراه الذهاب؟ يعني مثلا هيبقى في تحفظ دفاعي لموسيماني، هيلعب مباراه مفتوحه امام النادي الاهلي في استاد القاهره، ولا التفكير ازاي يعني؟ اكيد هو تحضيره، انا ما دخلتش في فكره، بس من ضمن السفريات الكتيره اللي احنا بنطلع نلعب فيها بره مثلا مع الولاد، مع اتحاد العاصمه، مع الترابي قبل كده، هو فكر المدرب صن داونز فكر هجومي، لانه طبعا هو كان لعيب كوره وكان مهاجم، فهو فكره هجومي. هو مش بيدافع. تمام. فهو طبعا حسب سير المباراه، بس هو فكره هجومي. هو بيلعب كوره للكوره، وفي نفس الوقت خد خلاص الخبره الافريقيه في بطولات افريقيا دلوقتي، بقاله يعني 5 سنوات دلوقتي ورا بعض. فخلاص الخبره بدات تاخد، يعني بقينا نتكلم ونقول له انه مثلا شمال افريقيا ليها حسابات معينه. فالحمد لله هو دلوقتي بيعلم لعيبته وبيدرب لعيبته خلاص، وعايز يجي من مباراه. فده ممكن تشوفه في مباراه يوم السبت. طيب عايز اتطرق شويه لجزئيه بعض المشاكل الاداريه او اللي بتتمثل في تجديد عقد موسيماني مع فريق صن داونز. هل ده امر بيشغل تفكيره قبل مباراه الاهلي، ولا الامور حسمت، ولا لسه؟ هو ما فيش مشاكل اداريه، هو الكوتش اللي لسه ما عملش ساين. كوتش لسه ما مضاش، الاوفر موجود لاربع سنين قادمين. هو الكوتش طبعا عشان عنده مباراه هامه فاجل يعني صن داونز مقدم له العرض لاربع سنين قادمين كمان، فهو مأجل العرض من بعد مباراه الاهلي الذهاب والاياب. وشبه متفقين انه الدنيا تمام، بس هو لسه ما مضاش، هو عقد ينتهي في شهر مايو 2020 من نهايه البطوله يعني. 2020 مايو، نهاية البطولة.
تمام، نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، ونتمنى لكم اقامه سعيده طبعا في مصر قبل مباراه الاياب. يا استاذ خالد انا بشكرك شكرا جزيلا، استاذ خالد علي المنسق لفريق صن داونز كان معنا على الهاتف، وكل استعدادات هذا الفريق لمواجهه النادي الاهلي باذن الله يوم السبت القادم، واكيد ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. طيب احنا مستمرين في الحديث مع حضراتكم على بعض الاخبار والامور المختلفه سواء محليا او عالميا، فبالتالي انا هبتدي ببعض الاخبار المحليه الاول واللي بتتمثل في موقع مبتدا، واللي اتكلم على ان كل الدعم لقرارات اتحاد الكره، وزير الشباب والرياضه يصدر بيانا بشان احداث القمه، والدكتور اشرف صبحي يعني اتكلم على احداث القمه بالامس وقال ان هو بيتابع الاحداث عن قرب كبير جدا، وان هو هيضع كل المسؤولين امام مسؤولياتهم، وان هو هيساند ويدعم قرارات اتحاد الكره. قال ان احنا على مدار الفتره اللي فاتت كلها احنا ما بنتدخلش اطلاقا في مهام اللجنه الخماسيه، لكن في نفس الوقت احنا يخصنا في الجزئيه دي ايه؟ يخصنا ان احنا بنستعد لاولمبياد طوكيو 2020، فكره القدم امر مهم جدا وشيء اساسي للرياضه المصريه، فلازم لما يبقى في ازمه زي دي نتابعها بشكل مفصل ونشوف توابعها هتكون ايه وقرارات الاتحاد المصري لكره القدم هتكون ايه. وقال ان هدف الاتحاد او هدف الوزاره دايما التطوير في الرياضه المصرية بشكل عام، علشان تحديدا دورة الألعاب الأولمبية هذا العام بإذن الله في 2020. طيب موقع الكابتن اتكلم على رئيس الجبلية اللي هو السيد عمرو الجنايني، وأنه بيرفض التعليق على أحداث القمة، ويدعو الاجتماع طارئ. النهارده في اجتماع طارئ في الاتحاد المصري لكرة القدم عشان يناقشوا ما حدث بالأمس وكيفية التعامل معاه والقرارات الأنسب اللي هتصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم. هو حاول طبعا أو يعني مكلف كل الجميع إن هو يحضر هذا الاجتماع النهارده، وتواصل مع حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات والسيد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بشأن هذا الاجتماع. هيغيب عن الاجتماع الدكتور جمال محمد علي العضو جمال محمد علي عضو اللجنة الخماسية بسبب تواجده مع منتخب الشباب في دورة بالسعودية. طيب الاستاذ عمرو الجنايني كمان حذر كل المسؤولين في الاتحاد بشكل كامل باللجان بالموظفين بكل عام ما حدش يصرح باي شيء يخص مباراه الامس لحد ما تخرج القرارات. هنشوف القرارات هتبقى عباره عن ايه. نروح لموقع اليوم السابع برضو في بعض الاخبار المحليه، واتحاد الكره يناقش ازمه مباراه القمه في حضور مسؤولي الفيفا او مسؤوله الفيفا تحديدا واللي هي ساره سليمون، واحنا عارفين ان النهارده في وفد من الفيفا جاي عشان يناقش مع اللجنه الخماسيه اللائحه الجديده للجبلايه وابرز البنود اللي فيها والامور هتمشي ازاي عشان يتم عرضها على الجمعيه العموميه، خصوصا ان احنا عارفين ان هيبقى في انتخابات بعد انتهاء اولمبياد طوكيو 2020، يعني في شهر اغسطس او شهر سبتمبر بالكثير هتكون انتخابات الاتحاد المصري لكره القدم. على هامش هذا الاجتماع طبعا هيتم الحديث عن ما حدث بالامس، بالمناسبه الجلسه مع ساره سليمون مسؤوليه الاتحاد الدولي لكره القدم دي هتكون باحد الفنادق الكبرى، يعني اكيد الامر كمان هيكون مطروح يعني على طاوله الاجتماعات بشكل كامل. خلينا نروح لخبر اخر من ضمن الاخبار المحليه، سوبر كوره والكلام على الحكم الليتواني جيديميناس اللي جه امبارح ومشي زي ما جه زي ما مشي، وسلم تقريره خلاص لمباراه القمه للاتحاد المصري لكره القدم قبل العوده لبلاده. الراجل اللي خلاص وصل بلاده مشي بعد منتصف الليل بالامس، واكيد كتب في تقريره بعض الامور او سرد كل ما حدث بالتحديد فيما يتعلق ان ميعاد المباراه كان 7:30 واخرنا للساعه 8:30 وفريق الاخر ما جاش وفي فريق جه، يعني كل الكواليس حضرتك تابعتوها يعني امبارح بالتفاصيل، اكيد هو كتبها قالها الاتحاد المصري لكره القدم. في نفس السياق الوطن سبورت بتقول ان رغم الغاء القمه طاقم التحكيم الليتواني يحصل على مستحقاته كامله، وامر طبيعي الراجل ملوش ذنب، راجل جه ووصل بس في فريق هو اللي ما جاش، فبالتالي هياخد مستحقاته يعني هو والحكام طبعا مساعدين، ده امر طبيعي يعني. من ضمن الاخبار المهمه كمان من سوبر كوره ان في اثنين مرشحين لتولي قياده لجنه الحكام بعد رغبه الجبليه في الاطاحه بالغندور. كابتن جمال الغندور احنا عارفين ومتابعين كلنا على مدار الفتره اللي فاتت، الراجل يعني باين ان هو مش متفرغ شويه، عنده الاتحاد العربي، عنده بطوله الشباب ودوره في السعوديه، بيروح يغطي ويحدي ويحلي الدوري السعودي ويتكلم في كل هذه الامور، سفرياته كتير، يعني الراجل مش متفرغ للاتحاد المصري ولجنه الحكام بالتحديد في الاتحاد المصري. ففي اتجاه عند المسؤولين في اللجنه الخماسيه بالاستعانه بالثنائي حجاج عزب حجاج ووجيه احمد، حكام كبار جدا، ان هم يديروا امور اللجنه لحد ما يشوفوا هيعملوا ايه. في كل الاحوال الكلام برضو كان على كابتن سمير محمود عثمان
ان هو يجي بدل كابتن جمال غندور، بس كابتن سمير عثمان رافض لان هو اصلا كان جه واللجنه دي هي اللي اطاحت بيه بعد اسبوع او 10 ايام من توليه المسؤوليه، وبينتظر كمان التواجد مع المجلس الجديد اللي هيجي بعد الانتخابات. ف يعني للاسف في غضب يعني من المسؤولين في اللجنه الخماسيه باتجاه الكابتن جمال الا غندوش. البوابه سبورت وجهاد جريشه حكمان لمباراه مدغشقر وكوت ديفوار بتصفيات امم افريقيا. احنا عارفين الكابتن جهاد جريش عنده ازمه مع الاتحاد المصري او مع كابتن جمال غندور تحديدا بسبب قائمه الحكام الدوليين، وان هو جه في المركز الثالث، لكن في كل الاحوال هو هيعود لاداره مباراه كوت ديفوار ومدغشقر بتصفيات امم افريقيا، وهيعاون كل من احمد حسام طه وسمير جمال كمساعدين، واحمد الغندور حكم رابع. نتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله في هذه المباراة. ده فيما يتعلق ببعض الأخبار المحلية عالميا بقى تحديدا. وقبل ما أتكلم في الأخبار العالمية خلينا أقول لحضراتكم بعض المباريات الأمس واليوم. امبارح كان في الدوري الإنجليزي مباراة ليفربول ويست هام 3-2 ليفربول، مباراة كانت صعبة جدا. وكمان النهاردة في مباراة في الشامبيونز ليج، نابولي مع برشلونة وتشيلسي مع بايرن ميونخ. فبالتالي الأخبار العالمية تحديدا بوابة أخبار اليوم بتتكلم على محمد صلاح وانه بيعادل الرقم سواريز في البريمير ليج. صلاح الفتره اللي فاتت او مباراه الامس بالتحديد جاب هدف، حلفه التوفيق فيه كتير جدا، لكن هو اتحرك صح لروبرتسون وفضى مساحه كويسه جوه البوكس وقدر ان هو يشوط الكوره، كانت ضعيفه شويه لكن دخلت هدف او احرزت هدف في شباك مرمى فريق ويست هام. بالهدف ده محمد صلاح كده وصل ل 69 هدف خلال 98 مباراه مع ليفربول في الدوري، وكان سواريز وصل لهذا العدد من خلال 110 مباراة، فهو عادل رقم لويس سواريز. صلاح كمان قدام ويست هام تحديدا قدر ان هو يحرز 8 اهداف في 6 مباريات وصنع 6 او عفوا احرز 6 اهداف في 8 مباريات وصنع هدفين، يعني شارك في 8 اهداف في 8 مباريات امام ويست هام. يعني صلاح ماشي بشكل جيد، لكن في المقابل في بوابة فيتو كلام على جيمي كاراجير طبعا احد نجوم دفاع ليفربول السابقين، واللي اتكلم على ان محمد صلاح لا يحظى بتقدير كبير من جماهير الريدز. ويعني هناك في انجلترا او بالتحديد جماهير ليفربول بتقارن محمد صلاح بتاع دلوقتي باول موسم ليه مع ليفربول. فالراجل بيفسر بيقول محمد صلاح لعيب مهم جدا ومواصفات عالميه، واكيد ليفربول متمسكين بيه كل التمسك، يعني مش عايزين يسيبوه اطلاقا، لكن في نفس الوقت الناس بتقارن بعدد الاهداف اللي جابه محمد صلاح في الموسم الاول والاهداف سواء الموسم اللي فات او الموسم الحالي. 47 هدف كان في الموسم الاول تقريبا، فقال لك مش منطقي ان كل لعيب هيجيب كل سنه 47 هدف. قال لك كمان اللعيب الوحيد اللي بيتفوق على محمد صلاح من ساعه ما جه ليفربول هو ليونيل ميسي في عدد الاهداف وعدد صناعه الاهداف، فده معناه ان ارقام صلاح جيده جدا. قال هو لما بيبقى جوه منطقه الجزاء او خارج منطقه الجزاء ويجي له الكره بيفكر تفكيرين، يسدد وده بيبقى التفكير الاول بالنسبه له، ولا يصنع هدف ده ممكن يكون بيأخره شويه. قال لك هو بدنيا مش قوي زي ساديو ماني، من ناحيه الذكاء فيرمينيو اذكى منه، لكن هو ايضا لعيب مهم وبيقدر يحسم امور كتيره جدا وارقامه هي اللي بتتكلم عنه. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين صلاح بعد هدف امبارح بقى 15 هدف في البريمير ليج، وقبليه كل من فاردي واوباميانج ب 17 هدف. نتمنى دايما طبعا لصلاح كل التوفيق في مسيرته. اخر خبر معانا بخصوص محمد صلاح بخصوص الاخبار العالميه النهارده هو فيما يتعلق بفان دايك زميل محمد صلاح ونجم دفاع ليفربول، واللي بيتغزل في صلاح وقال ان اعتقد ان صلاح اظهر خلال المواسم اللي قضاها مع ليفربول انه لاعب رائع والارقام تتحدث عن نفسها، وقال انه سعيد جدا بتواجده وسعيد جدا بتطوره الدائم. ويعني اتكلم بشكل جيد على محمد صلاح وقال انه الاهم ان هو يستمر على هذا المنوال. دي بعض الاخبار المحليه والعالميه. لسه بقى عندنا امور اخرى، يعني ابتدينا بالاهلي ودخلنا في اخبار محليه وعالميه شويه، نختم بالنادي الاهلي قبل فاصل الضيف هيكون معانا في حلقه اليوم. فبالتالي عايز اتكلم شويه على الصحف النهارده قالت ايه عن النادي الاهلي وبالتحديد عن مباراه الامس. يلا بينا. في الأهرام، ليلة السقوط باستاد القاهرة، مأساة كروية في القمة 119 بعد انسحاب الزمالك واعتباره مهزوما أمام الأهلي. 8 مشاهد تكشف سيناريو الحافلة الغامضة من البداية للنهاية. الأزمة تدين جميع من أساءوا لسمعة الكرة المصرية. الجبلاية سنطبق اللائحة بحسم على المخالفين. الأخبار المسائية دي أحداد كواليس قصة قمة حزينة بطلها الأمطار والكوبري والأتوبيس. الشروق
قمة بلا زمالك، أزمة جديدة للكرة المصرية، الحكم يلغي مباراة القمة بعد تأجيلها 75 دقيقة، الأهلي يفوز اعتبارياً والأبيض يتعلل بالشلل المروري، منع الحافلة من الوصول للملعب، اتحاد الكرة نأسف لهذا المشهد، سنطبق اللائحة. المثل قمة العجائب والطرائف، حضر الأهلي وهرب الزمالك، الحكم الليتواني أعلن فوز الأهلي لانسحاب المنافس. الأخبار المسائية، أفريقيا أهم، الأهلي يغلق الملف المحلي وفايلر يذاكر سان داونز. اليوم السابع، الأهلي يغلق ملف القمة ويبدأ رحلة الثأر من سان داونز. الخطيب يدرس تشكيل لجنة قانونية لمتابعة قرارات التصعيد، والمجلس الأحمر يبحث سبل الحفاظ على حقوق النادي. الوطن، الأهلي يجهز لاعبيه نفسيا وفنيا لمواجهة سان داونز، برنامج بدني خاص قبل المواجهة الإفريقية، نصائح خاصة للشحات وقفشة، وإبراهيم يحجز مكانه في الدفاع أمام بطل جنوب أفريقيا. طيب، مضطرين للاسف ان احنا نتكلم عن مباراه الامس، ما كناش حابين ان احنا نتكلم فيها باستفاضه، يعني حتى لما اتكلمنا في بدايه الحلقه كان طبيعي لان احنا بنرصد كل الاحداث اللي بيمر بيها فريق الكره في النادي الاهلي. امبارح حصل اللي حصل اللي احنا شفناه، واللي جاي ايه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن برضو طبيعه البرنامج ان احنا بنتناول الاخبار قالت ايه. فبالتالي الاهرام قالت ان ليله السقوط باستاد القاهره يعني في اشاره للمنظر السيء جدا للرياضه المصريه وكره القدم المصريه تحديدا. قالت لك ايه؟ قالت لك ماساه كرويه في القمه 119 بعد انسحاب الزمالك واعتباره مهزوما امام الاهلي. 8 مشاهد تكشف سيناريو الحافله الغامضه من البدايه للنهايه. طبعا حضراتكم طبعا تابعتوا الكواليس اللي حصلت ايه، وان كان في اتوبيس بيقل عدد من لاعبي وناشئي نادي الزمالك، الاتوبيس ده عطل على كوبري كتو. يعني الكواليس انا مش عايز استفيض فيها في الحقيقه، يعني مش عايز استفيض فيها، لان خلينا نخش في اللي بعده. الازمه تدين جميع من اساءوا لسمعه الكره المصريه، للاسف يعني. والجبليه سنطبق اللائحه بحسم على المخالفين، ده اللي احنا في انتظاره النهارده، ممكن في اي لحظه يطلع قرارات خاصه بهذه المباراه. الاخبار المسائيه بتقول دي احداد قصدها برضو على الرياضة المصرية مثلا أو على كرة القدم المصرية، كواليس قصة قمة أو قصة حزينة أو قصة قمة حزينة وبطلها الأمطار وكوبري الأتوبيس. برضو في إشارة لما حدث بالأمس، ومشهد يعني ما يسرش إطلاقا يعني. الشروق بتقول قمة بلا زمالك، هي كانت مباراة قمة المفترض ما بين أكبر فرقتين. بالمناسبة يا جماعة برضه، عشان البعض ساعات بيفسر كلامنا عن النادي الزمالك ان احنا لا، النادي الزمالك نادي كبير ونادي محترم وليه جماهير كبيرة. انا مصمم على الجزئية دي، لكن للأسف ممكن يكون بعض مسؤولين مش مدركين مدى حجم هذا النادي يعني. لكن في كل الأحوال ده أمر ما يخصناش دلوقتي، بما اننا هنا متواجدين وبنتكلم عن النادي الأهلي. أزمة جديدة للكرة المصرية زي ما الشروق بتقول، والحكم يلغي مباراة القمة بعد تأجيلها ب 75 دقيقة. الأحداث كلها الناس يعني بتقول عليها أو بتتكلم فيها. هنشوف اتحاد الكرة طبعا بيقول نازل بيانه قال نأسف لهذا المشهد سنطبق اللائحة في انتظار طبعا نتائج اجتماع اليوم. المسا وبتتكلم إن هي قمة عجيبة وطريفة. الأهلي حضر والزمالك هرب. ده المسا. ويعني الكل بيتكلم في الجزئية دي في الحقيقة يعني. ما كناش نتمنى إن ده يحصل. الحكم الليتواني أعلن فوز الأحمر لانسحاب المنافس. خلاص الاهلي فاز والاهلي بيركز في اللي جاي، واللي جاي طبعا مباراه سان داونز. وانا هدخل على طول في الاخبار اللامسائي، واللي قالت افريقيا اهم، وفعلا افريقيا اهم. الاهلي يغلق الملف المحلي وفايلر يذاكر سان داونز. فايلر اكيد بيذاكر فريق سان داونز، ابتدى دراسه هذا الفريق بالتحديد، ممكن يكون من الامس، امبارح بالليل مثلا، من النهارده، بعض اللقطات لفريق سان داونز كما هو معتاد يعني. التفكير كله في هذه المباراه وفي كيفيه التعامل مع فريق سان داونز وكيفيه التاهل في كل الاحوال. الاهم بالنسبه لنا الاهلي يتاهل. يعني مش عايزين برضو ننسى ان هي مباراه الشوط الثاني فيها هيكون في جنوب افريقيا، فانت بتعمل حساباتك على الماتشين، الشوطين، الشوط الاول في القاهره والشوط الثاني في جنوب افريقيا. التعامل هيبقى ازاي؟ السيناريو اللي هيحطه مثلا مستر فايلر، التفكير هيكون ايه؟ تكتيكي، فني، خطتي باني شكل؟
اللاعبين اللي هيكونوا انسب لهذه المباراه. كل اللاعبين في النادي الاهلي مناسبين طبعا، لكن دايما بيبقى في رؤى فنيه لمستر ريني فايلر، هنشوف هيتعامل ازاي. وباذن الله احنا في انتظار باذن الله تفوق النادي الاهلي في مجموع المباراتين، وده اهم بالنسبه لنا. ممكن ما يبقاش لا قدر الله، يعني ممكن ما يبقاش في اول مباراه موفقين، ممكن تاني مباراه نبقى موفقين جدا يعني. فمهم في المجمل ان احنا باذن الله نتاهل يعني، عشان الحلم ده يعني مستنيينه ان شاء الله. تعال نروح لليوم السابع، والاهلي يغلق ملف القمه ويبدا رحله الثار من صن داونز. يا جماعه عايزين نتكلم في حته المباراه دي عنها، مش مباراه ثار ولا حاجه، هي مباراه في كره القدم للتاهل لدور مقبل، للتاهل لنصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. ده الشيء المهم ولازم يعرفه كل الناس. طبعا زعلنا قوي لما خسرنا نتيجه كبيره من صن داونز، ده امر ما بيتكررش غير مره واحده في العمر يعني السنه اللي فاتت. لكن في كل الاحوال انت بتفكر في امكانيات الفريق المنافس اللي هيقابلك، نقاط القوه والضعف، ازاي تتعامل معاه. موضوع الثار ده مش في الحسبان، مش من يعني اكيد الناس فاصلين جدا عن اللي حصل السنه اللي فاتت كنادي اهلي يعني، كجهاز فني، كلاعبين، وعن السنه دي. انت عندك امكانيات كبيره جدا، عندك لاعبين كبار، جهاز فني مختلف مميز جدا، فموضوع الثار ده مش بيشغل بال اللاعبين. اكيد في جزء من التفكير في حته ان احنا خسرنا نتيجه كبيره، لازم نرد اعتبارنا. رد الاعتبار ده اوكي، مفيش مشكله، لازم نرد الاعتبار، بس رد الاعتبار من خلال التفوق في مجموع المباراتين، مش من خلال سكور او عدد كبير من الاهداف على فريق زي صن داونز خالص. المهم ان انت ترد اعتبارك بالتاهل لنصف النهائي، ده اللي احنا منتظرينه ان شاء الله من لاعيبه النادي الاهلي. الخطيب يدرس تشكيل لجنه قانونيه لمتابعه قرارات التصعيد، ده خلاص بقى امر متروك للمسؤولين في النادي الاهلي، هم عارفين كويس قوي هم بيعملوا ايه، وعارفين خطواتهم اللي هياخدوها خلال المرحله اللي جايه ايه. حقوق المجلس الاحمر يبحث سبل الحفاظ على حقوق النادي، ده امر مفروغ منه يعني، مش محتاج ان احنا نتكلم فيه. الوطن بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ان الاهلي يجهز لاعبيه نفسيا وفنيا لمواجهه صن داونز. اطمنوا يا جماعه، الاهلي جاهز نفسيا جدا جدا، بالتحديد بعد اللي حصل امبارح، تمام؟ وفنيا هو فعلا جاهز، بدليل هتقول لي ما احنا خسرنا السوبر، خسرنا السوبر، بس احنا على مدار ال 90 دقيقه كنا كويسين يعني، في بعض الفترات المستوى قل شويه، لكن في نفس الوقت انت اللي كنت متسيد اللقاء، انت اللي كنت امكانياتك واضحه ان هي افضل. التوفيق بس ما كانش معاك في بعض الفرص، التوفيق كمان ما كانش معاك في ضربات الجزاء في مباراه السوبر. فاذا انت فنيا جاهز وواقف على رجلك وقادر تكسب اي فريق يعني، ده امر معروف. فالاهلي نفسيا وفنيا جاهز، موضوع ان شاء الله مفروغ منه، وفي انتظار المواجهه يوم السبت باذن الله. برنامج بدني خاص قبل المواجهه الافريقيه ونصائح خاصه، البرنامج البدني ده الجهاز الفني هيحطه بقى يعني لهذه المباراه، نصائح خاصه للشحات وقفشه، اكيد نصائح فنيه وتكتيكيه خاصه بيهم من خلال مستر رينيه فايلر. وابراهيم يحجز مكانه في عفوا الدفاع امام بطل جنوب افريقيا. قصدهم على ياسر ابراهيم وتفوقه طبعا في مباراه الزمالك، هو لعيب مميز جدا طبعا، لكن احنا ايضا عندنا في الدفاع عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين يعني، عندك ياسر ابراهيم، عندك محمود متولي، عندك ايمن اشرف مميز بيقدر يجيد في المكان ده، عندك رامي ربيعه ما شاء الله عليه الفتره اللي فاتت ماشي بشكل كويس جدا. فالخيارات كلها مطروحه امام مستر ريني فايلر، هو بيختار الانسب بالنسبه له في تشكيل كل مباراه، اي واحد فيهم احنا عندنا ثقه كبيره جدا فيه ونتمنى له كل التوفيق. دي اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في المواقع نشوفها يعني. البوابة سبورت، الخطيب يعقد جلسة مهمة مع اللاعبين لتحفيزهم قبل لقاء صن داونز. الشروق، الأهلي يعلن جاهزية رمضان صبحي وكهرباء لمباراة صن داونز. وان ثري، بعثة صن داونز تصل القاهرة لمواجهة الأهلي. صدى البلد، كاف يحسم أزمة تدريب صن داونز على استاد القاهرة. يلا كورة، موسيماني يعلن غياب ثلاث لاعبين عن مباراة الأهلي.
البوابة سبورت سريعا، بتتكلم عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي هيبقى عنده جلسه مهمه مع اللاعبين لتحفيزهم قبل لقاء صن داونز. وخلينا اقول لحضراتكم ان الكابتن محمود الخطيب مجلس اداره النادي الاهلي واثق جدا في اللاعبين، جلسه لو موجوده هتبقى جلسه تحفيزيه عشان اللي جاي، اللي جاي مهم جدا سواء بالنسبه للنادي او بالنسبه لجمهور الفريق يعني. فده امر بيبقى طبيعي، ولما يبقى قيمه كبيره زي الكابتن محمود الخطيب موجود في مثل هذه الجلسات ويحفز اللاعبين ده بيبقى امر مهم. سريعا الشروق بتقول ان رمضان صبحي جاهز، او الاهلي اعلن جاهزيه رمضان صبحي. الكابتن سامح فيصل اتكلم امبارح في الجزئيه دي وقال ان رمضان صبحي جاهز، امر كله فني بنفس الحال بالنسبه لكهرباء. يعني دي بعض الاخبار بتخص النادي الاهلي في المواقع. انا هروح لفاصل، بعد الفاصل هينضم لي طبعا الاستاذ طارق عوض الناقد الرياضي الكبير، وحديث باستفاضه عن مختلف الامور. استنوا بحضراتكم من جديد الاستاذ طارق عوض الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. استاذ طارق اهلا بيك. اهلا بيك يا امير. الحمد لله رب العالمين، نورنا، ربنا يخليك بنورك. حابب نبتدي منين؟ هيكون منين يعني؟ من امبارح. طبعا لازم للاسف. رايك ايه؟ طيب للاسف الحقيقه فيلم سخيف مبتذل وممل طبعا. ولا يرقى باي حال من الاحوال الى مفاهيم الكره في مصر، ولا الشعب المصري، ولا حيويه الشعب المصري. للاسف امبارح كشف ان في طرف جريء اتعود انه يواجه بشجاعه، وطرف للاسف جبان اتعود ان هو يتوارى او يختفي في المواجهات الصعبه. اللي حصل امبارح بكل اسف بيسيء لسمعه مصر. النهارده الحكومه المصريه بكل ما تبذله من جهودات بتنفق الملايين، بتنفق المليارات على البنيه التحتيه، على امور كثيره جدا تمام، عشان تظهر صوره مصر الحقيقيه للناس. بالظبط. يجي ماتش زي امبارح للاسف الشديد جدا بيبين ان شويه مطره او شويه ميه بيعوق وصول نادي الزمالك الى استاد القاهره. امر مؤسف للغايه، امر صعب جدا. هو ده حقيقي؟ للاسف ما مش حقيقي. بس التعلل او الحجج كانت بتقول كده. حتى في الحجج ما برعيش صوره مصر. للاسف ما ترعاش صوره مصر. عايز اقول ان احنا كنا في ماتش السوبر، قناه ابو ظبي كانت عامله تغطيه تحت شعار كلاسيكو العرب. فعلا. ما حدث بالامس لا يليق ابدا بهذا المسمى. اكيد الكلاسيكو بقى طرف واحد، طرف زي ما قلت شجاع، طرف قوي، طرف قادر يواجه في اي وقت. لكن الطرف الثاني اختفى للاسف وما ظهرش، بل بالعكس تسبب في صوره مشوهه للمصر والمصريين والكره المصريه بصفه عامه. النهارده لو انت كنت عايز تلعب بالشباب زي ما انت بتقول، ليفربول عملها السنه دي. صح، لما كان بيلعب كاس العالم، الانديه ونزل الشباب وتغلب 5 من استون فيلا، لكن حافظ على شكله، كسب احترام العالم زي ما بنقول بالظبط كده، بالاعراف وبالقوانين اللي موجوده. عايز اقول ان في خساره مشرفه كويس دي اللي عملها ليفربول، لكن امبارح للاسف كانت خساره مهينه بكل المقاييس. وبعدين لما تيجي تتكلم فنيا بقى، تعال شوف مين كسب امبارح. النادي الاهلي كسب 3 بونت تمام، حافظ على سلسله انتصاراته المتواصله ب 16 فوز على التوالي. بالظبط. يعني عدى نص عقوبه 2 من اهم لاعبيه اللي هو جينور اجاي وياسر ابراهيم. اللي هم واخدين ماتشين ايقاف. صح. عدى نص العقوبه بتاعتهم بماتش امبارح. اتدرب تدريب زياده على ملعب استاد القاهره، هيلعب عليه سان داونز. رغم ان الموضوع العقوبات ده يعني الناس يعني طبعا بس عايزين نتكلم يعني. عايزين نتكلم على ان لو العقوبات لحد دلوقتي طبعا العقوبات النادي الاهلي هيتظلم، عنده اجراءات وعنده اجراءات وعنده كل اللوائح والحاجات اللي هي بس يبقى واضح للجميع بالظبط كده. لكن عايز اقول ان لو فرض ان العقوبات دي مشيت زي ما هي كده، النهارده انت كان عندك 2 لعيبه موقوفين ماتشين، عديت نص الفتره بتاعتهم امبارح بماتش امبارح. اذا اللي حصل امبارح للاسف ما يتسكتش عليه، لازم يبقى في رد فعل قوي جدا من اتحاد الكوره. ازاي يعمل ايه؟ والله هي طبعا الموضوع بيخضع للوائح وقوانين والكلام ده كله طبعا. لكن في بند في اللائحه الاخير بيقول ان مش لازم كل اللي ما جاء في اللائحه يلتزم بيه اتحاد الكوره، ممكن يوقع عقوبات بعيدا عن اللائحه الموجوده. يعني في لائحه بتقول ان هي غرامات ماليه والخصم نقاط واللعب بدون جمهور ونقل ملعب والحرمان من الملعب والحاجات الكتيره اللي احنا عملناها دي. لكن امبارح كان في تعمد واضح جدا وفي التفاف والتواء حول اقامتهم او حول خوض المباراه، وبالتالي انا ممكن اتغاضى عن كل اللي موجود في اللوائح دي وابدا احط العقوبات اللي تناسب الحدث. امبارح انت بتتكلم في سمعه بلد، سمعه مصر. زي ما قلنا احنا مش قليلين، احنا بنصرف مليارات
عشان نظهر صورتنا الحقيقيه وصورتنا كويسه قدام العالم، ولكن امبارح للاسف اظهرنا صوره ما كان ينبغي ان تظهر ابدا للعالم ولا للشعب العربي ولا للشعب المصري نهائيا. الاسباب يعني اللي ممكن تكون دفعت فريق كبير زي نادي الزمالك ان هو ما يجيش يلعب مباراه امام النادي الاهلي من وجهه نظرك بتشوفها ايه؟ خوف. خوف؟ طبعا. هقول لك خوف ليه؟ ليه؟ النهارده انت نادي الزمالك كسب النادي الاهلي من امتى؟ ما فيش غير ماتش السوبر كسبوا بركلات الجزاء. فانت ما تمسكت بالانتصار ده اللي هو جه بعد انتهاء الوقت الاصلي وبقيت قدام معادله صعبه. هل العب الماتش ممكن اتعرض لهزيمه وبالتالي تضيع عليا فرحه كاس السوبر اللي انا اخدته، ولا اواجه وممكن تبقى في مشكله عندي وممكن يعني موضوع انه يكسب ده صعب جدا او بعيد جدا يعني في ظل الظروف وفي ظل الفنيات اللي موجوده دلوقتي. كل تفسيري للامر ان هو خوف، واعتقد ان لو اي حد حاول انه يراجع الفارق بين المستوى بين الاثنين بين النادي الاهلي وبين الزمالك في الفتره الاخيره هيعرف ان امبارح كان في خوف من مواجهه النادي الاهلي في الماتش بتاع امبارح. لو افترضنا ان زي ما نادي الزمالك كان بيتحجج وبيقول ان في عنده ماتش مهم في افريقيا، احنا كان نادي الاهلي عنده ماتش يوم السبت ما فرقتش 24 ساعه. يعني اذا كنت انت نفس الفتره الزمنيه بل يعني اذا كنت بتكلم في 24 ساعه فرق بين ده وده لا كنت لازم تلعب، لكن هروبك امبارح من الماتش بيقول ان انت كنت خايف تواجه النادي الاهلي بشكل واضح جدا وصريح وما فيهوش حفاظا على نشوه الانتصار. حفاظا على نشوه الانتصار اتحققت في السوبر بعد انتهاء الوقت الاصلي واللي جت بركلات الحظ الترجيحيه. طب ليه التفكير يبقى كده؟ ما هي دي كره قدم، يعني ممكن تكسب وممكن تخسر. حتى لو قلقان ان انت ممكن تخسر النادي الاهلي، طب انت ممكن برضو تكسب، يعني في نسب للفوز. لا الفروقات واضحه جدا. يعني عايز اقول لك ان الانتصارات اللي حققها النادي الاهلي في البطوله كانت مخليه كل الفرق في الدوري بما فيهم نادي الزمالك يعرف ان في فرق كبير جدا في المستوى وفي فرق في الفنيات. عشان كده يمكن نادي الزمالك كان قراره امبارح بعد ما خوض المباراه او بانسحاب او بالتفاف حول خوض المباراه عشان ما يتعرضش لهزيمه في التوقيت ده تاثر عليه قبل ما يقابل نادي الترجي التونسي. زي ما قلت لك هم نشوه الانتصار فضلت موجوده من يوم الخميس اللي فات بعد ماتش السوبر، لكن كانوا عايزينها تدوم اطول فتره ممكنه عشان يخشوا بنفس المعنويات مباراه الترجي قبل ما النادي الاهلي يحاول يبقى يعني يستعيد توازنه او يقدر ان هو يواجه بشكل قوي في مباراه الدوري اللي اتلغت امبارح وكان يقدر يحقق الفوز بشكل بسيط يعني. طيب عايز اعرض لائحه الانضباط والاخلاق في الاتحاد المصري لكره القدم مع حضرتك يا استاذ طارق، وفيها بعض البنود الكتير يعني اللي بتخص في بنود كتيره هتلاقي في البند الخامس. في البند الخامس هتلاقي في محاولات اللي هي التسبب في عدم اقامه في عدم اقامه المباراه، هتلاقيه في البند الخامس موجود تسبب في عدم اقامه المباريات الرسميه او الوديه او العمل على افشالها او التلويح بعدم المشاركه فيها. كل ده كان موجود في ماتش امبارح لو بصيت فيه، كل ده كان موجود في ماتش امبارح. طيب بالتالي العقوبات بتنص على ايه؟ العقوبات عندك بقى هتلاقي في تحذير، في تحذير وتوبيخ وحرمان من اللعب على ملعب معين، غرامه ماليه بحد 50000 جنيه. خد بالك بحد ادنى 50000 جنيه يعني ده الحد الادنى. لكن انا اقدر احط غرامه ماليه بشكل اكبر من كده بكتير جدا على حسب الـ 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 الجرم او على حسب الـ 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 الحدث اللي ارتكب بعدم اقامه المباراه ومدى التحقق من عدم اقامه المباراه. هل فعلا بظروف قهريه ولا حصل التواء او حصل التفاف حول اقامه المباراه بالشكل دوت. فهتلاقي عندك بنود كتيره جدا في اللائحه، وفي لو في لقب بيتسحب، وفي حرمان من المشاركه وعدم ضم صفقات في الانتقالات. في بنود كتير جدا للعقاب موجوده في لائحه اتحاد الكره المصري يعني. ويقول لك وتوقع اللجنه العقوبات المناسبه دون التقييد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات، يعني على حسب الموقف. بالظبط إيه؟ بالظبط كده يقدر يدي العقوبه بتاعته والارقام من كل عقوبه ايه. بالظبط لكن بشوف يعني اقيس الموضوع هيقيسه ويشوف مدى الضرر اللي وقع على مش شرط يكون ضرر بالنسبه للكوره. انت النهارده بتقول ان الاتوبيس اتعطل ونزلت تعمل محضر في الاسم والكلام ده كله، لكن تقرير الامن بيقول غير كده. تقرير الامن بيقول ان الطريق كان مفتوح كنت تقدر توصل الملعب في الوقت المحدد والطبيعي، ومع ذلك ده بياكد ان في التفاف حصل حوالين عدم المشاركه، وبالتالي ممكن يتجاوز عن كل العقوبات دي ويدي اقصى عقوبه ممكنه. يعني اللي حصل امبارح ده من وجهه نظرك بتشوف ايه العقوبات الانسب ليه من خلال اللي احنا استعرضناه دلوقتي على امبارح؟ على اللي حصل امبارح طبعا. طيب خلينا نلتزم بجزء من اللائحه الاول اللي هو الخصم 6 نقاط، 3 دلوقتي اللي هو الهزيمه مع 3 في نهايه الموسم. 3 دلوقتي و6 مع نهايه الموسم. و6 مع نهايه الموسم مع انا شايف ان هو حرمان من اي صفقات في الصيف. شايف ده الانسب؟ شايف ده الانسب.
لان هبوط الفريق المنافس او هبوط الفريق اللي هو بيتلاعب في عدم خوض المباريات بيتوقف على عدم استكمال المسابقه بشكل عام. ده لو انسحب من الدوري كله، انسحب يعني الدوري كله مباراه بس بالظبط، انما مباراه واحده بنتكلم في حدود اللوائح اللي موجوده دي. وزي ما قلت ان هيبقى اللائحه دي اللي هيطبق منها البنود دي. لكن موضوع بقى العقوبات الماليه، موضوع المنع من الصفقات، الحاجات دي كلها دي بتبقى على حسب مدى ما وقع من ضرر على الكره المصريه او على صوره مصر بشكل عام. طيب هل اتحاد الكوره قادر على تنفيذ العقوبات اللي ممكن يطلع بيها؟ هل اللوائح والقوانين بتساعده على كده ولا انت شايف ايه؟ اللوائح والقوانين موجوده وللاسف مش هيقدر يهرب منها. يعني الكلام ده لو ما عندوش بنود معينه او عنده لوائح معينه بتقول ان انا عندي الجرم اللي بيرتكب يبقى العقاب عليه 1 2 3 4 5، لكن ده موجود. اعتقد ان اتحاد الكوره بعد الازمات اللي حصلت، هي طبعا احنا عارفين هي لجنه مؤقته مش 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 لجنه منتخبه، وبالتالي هيبقى قرارها لازم يرضي جماهير الكره المصريه بشكل عام. ما حدث بالامس جماهير الكره المصريه اللي تضررت طبعا. جماهير الكره المصريه انت بتتكلم على اهم ماتش بتنتظره الجماهير في السنه ما بين نادي الاهلي ونادي الزمالك. ان انت تلغي حاجه زي كده الجماهير كلها منتظراها، والجماهير كلها، وبعدين خد بالك مش في مصر بس. يعني الموضوع اهلي والزمالك اسم في على مستوى الوطن العربي كله. بالظبط بالظبط. يعني حتى على مستوى العالم كله هتلاقي فيه جاليات مصريه وجاليات عربيه ارتبطت دايما بمواجهات الاهلي والزمالك. وبالتالي اعتقد ان اتحاد الكره المره دي هياخد قرار صارم وحازم بتوقيع عقوبات كبيره على نادي الزمالك بعد عدم لعب مباراه الامس قدام النادي الاهلي. يعني الحكم الليتواني ده اللي كان موجود امبارح يا استاذ طارق، احنا ما نسمعش على الليتواني ونسمع على دوري هناك ولا يعني مش يعني ما نسمعهاش يعني. هل ممكن يكون شاف المظهر ده حصل عنده في الدوري الليتواني اللي ما حدش يعرف عنه اي حاجه؟ للاسف لا اعتقد، لا اعتقد. يعني انت بتشوف بره بيبقى الملاعب مليانه ثلج حتى عشان الكوره ما تصطدمش ما يبقاش نفس اللون بتاع الارضيه بتاعه الملعب، بيلعبوا بكره حمراء. يعني بتتكلم على تلوج مغطيه ارضيه الملعب اللي هي الخضراء بقت بيضه تماما، واخد بالك؟ بتلعب بكره حمراء عشان حتى اللعيبه تشوفها. اذا موضوع الظروف القهريه والكلام ده كله مش موجود. موضوع الظروف القهريه وده مفتعل، هذا يعني ده امر مبتذل. وبالتالي انا شايف ان ما حدث بالامس يعني سبه وللاسف يعني خذلان للكره المصريه ولكل محبي النادي الاهلي ونادي الزمالك في العالم العربي وفي العالم اجمع بشكل عام. واعتقد ان للاسف بلاد فقيره جدا وبلاد ضعيفه جدا ما بيحصلش فيها طبعا اللي حصل امبارح، وده زي ما قلت بيسيء وبيضر بسمعه مصر في نفس الوقت اللي احنا عمالين نقول ايه. يعني عندك حفل الكاف اللي عملناه في الغردقه مؤخرا كانت حاجه عظيمه جدا، وده دفع المسؤولين كمان ان هم يعني يحاولوا يقدموا طلب استضافه لافضل لاعب في العالم. فين انت من ان انت بتنظم حفل الكاف وبتطلب استضافه افضل لاعب في العالم وتيجي النهارده تقول عشان المطره انا ما قدرتش اوصل الملعب؟ ده بيهدم سمعه مصر، ده بيهد سمعه مصر. كل الفلوس اللي بتبني على او بتتصرف على البنيه التحتيه والمليارات اللي بتنفق عشان خاطر نقدر نبني بيها مستقبل مصر والكلام دوت امبارح بيتنسف. امبارح للاسف يعني انت بعد كل الاحداث اللي انت استضافتها هنا في مصر طبعا انت عمال تبني في حته 2019 دي كانت مليئه بالاحداث واللي نجحت كلها انت في عمال تبني في حته وعمال تستضيف بطوله افريقيا للكبار وبتستضيف بطوله افريقيا تحت 22 سنه وصورتك قدام العالم كل الاحداث الافريقيه الكبرى كلها بلا استثناء. بس بتكلم بدي لك نماذج على كره القدم. يعني الدوله ماشيه في اتجاه بالظبط كده والبعض ماشي في اتجاه ثاني للاسف البعض ماشي في اتجاه ثاني لانه لا ينظر الى مصالح الدوله بل ينظر الى مصالحه الشخصيه فقط لا غير. صالحها الشخصيه طبعا. النهارده الرد كان واضح جدا على العقوبات اللي وقعت على رئيس نادي الزمالك والعند اللي كان موجود. ده بيوضح ان الموضوع في الاول وفي الاخر للاسف هو بينظر لمصالحه الشخصيه ولا ينظر الى مصلحه البلد. وبالتالي كمان عايز اقول لك ان جماهير كتيره جدا من جماهير نادي الزمالك او ناس كتير جدا من جماهير نادي الزمالك مستاءه من اللي حصل امبارح. ومش عاجبها ومش عاجبها اللي حصل امبارح. بس احنا اصحابنا كتير زملكاويه وقرايبنا يعني عايز اقول لك هم مستائين تماما من اللي حصل امبارح الا للاسف بعض القله اللي هي اللي بنقول عليها اللي هي القله الموتوره اللي لا تحمل في 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 في, في طياطه او بداخلها لا اللي عارف قيمه كيان الزمالك واسمه كمان ده يقدر ويزعل لازم يتضايق ويزعل. لكن للاسف في البعض زي ما قلت ما لا يعي ولا يقدر ما حدث. هل الاتحاد مستعد للمحايلات القانونيه اللي ممكن
ممكن تحصل بعد الأزمة امبارح. أعتقد الاتحاد هيتسلح بتقارير الأمن. يعني النهاردة تقارير الأمن. تقارير الأمن. لأن التحايل دايما كان بيتم على حسب اللوائح والقوانين والكلام ده كله. النهاردة تقرير الأمن أعتقد هو التقرير الوحيد الكافي عشان يقدر يعني اتحاد الكرة يستند عليه في إن الظروف كلها كانت متاحة وكانت موجودة عشان الماتش يتلعب امبارح. بيان وزارة الشباب والرياضة رأيك في إيه؟ وإن ده اللي يدل على إيه كمان؟ والله يعني أنا شايف إن هو بيان محترم يعني خد بالك إن أنا أعتقد إن حصل هم هيدعموا قرارات اتحاد الكرة طبعًا مليون في المية. خد بالك إن اللي حصل امبارح أنا شايف إن كل المسؤولين في كل أجهزة الدولة غير راضية تماماً عن اللي حصل امبارح، كلهم هيساندوا اتحاد الكرة حتى لو هو اتحاد مؤقت، كلهم هيساندوا لأن الأمر في الأول وفي الآخر دي سمعة بلد. وعشان تسمع بلد بتتكلم على إن كله لازم بيتكاتف أو كله هيجتهد إن هو يحاول يخرج من الصورة السيئة اللي حصلت امبارح. طيب ده فيما حدث بالأمس وخلاص، يعني اللي حصل حصل، وبما اننا بنتكلم عن النادي الاهلي فالنادي الاهلي ما تضررش من اي شيء، بالعكس. انا قلت لك انا عدت لك الفنيات اللي حصلت امبارح من النادي الاهلي بان هو كسب الماتش وقدر ان هو يحافظ على انتصاراته المتتاليه وحافظ على لعبته كمان من الاجهاد والاصابات واتدرب مره على استاد القاهره. وبالتالي ما اعتقدش ان النادي الاهلي كان امبارح كله بالنسبه له كان كله مكاسب، يعني ما كانش عنده اي خساره امبارح. طيب انه ما يلعبش الماتش الاهم بقى اللي جاي، بس انا قبل ما نروح لسان داونز برضه عشان نتكلم فيها بتفاصيل، المشهد اللي شفناه في مباراه السوبر من بعض لاعبي نادي الزمالك والمشهد اللي شفناه امبارح ممكن يكون اسبابه ايه؟ يعني ممكن يكون مع كامل الاحترام والتقدير للنادي الزمالك يعني، لكن التصرفات جايه من اتجاه واحد سواء في السوبر او امبارح، ده سببه ايه؟ هقول لك ايه بصراحه، يعني قول بصراحه. سببه ان انت للاسف مش عارف توصل لي باي حال من الاحوال. يعني النادي الاهلي ببطولاته وانجازاته بنتكلم بقى اهو في ارقام، ما بنتكلمش في حاجه ان احنا بنقول كلام اعتباطا ولا كلام انشاء ولا كلام موضوع ولا كلام كله، بنتكلم في ارقام. لو حسبت كم البطولات اللي حصل عليها النادي الاهلي هيفوق كتير جدا اللي حصل عليها نادي الزمالك. وبالتالي هنا دايما المقارنات بتنعقد ما بين الاثنين، بتلاقي ان جماهير الزمالك بتقول لك احنا قد الاهلي، او ان في نادي الزمالك يقول لك احنا قد الاهلي، لكن الفرق واضح جدا والفرق شاسع جدا ما بين الاثنين. في فرق في البطولات، في فرق في الجماهيريه، في فرق في كل حاجه، في الانجازات، في فرق في كل حاجه موجوده. لكن دايما اما اجي انا اعمل راس براس هنا بتحصل المشكله. ليه؟ لان انا دايما متفوق عليك بحاجات كثيره جدا، فانت لما تيجي تاخد من بطوله من 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 عندي او انا اخد منك بطوله او الكلام ده كله وانا حاسس ان انا قليل بتشبث بيها ودايما بحط نفسي في مقارنات معاك. لكن الموضوع للاسف بيبقى فيه حاجات دفينه بقى جوه اللعيبه نفسها، جوه الاداره نفسها. انا كمان يعني عايز اتكلم عن جزئيه مهمه جدا جدا، يعني امبارح اللي احنا تابعناه ان كان في ناشئين من نادي الزمالك في الاتوبيس رايحين. انا عايز اعرف الناشئين دول ايه الدرس المستفاد بالنسبه لهم، لو استفادوا حاجه من درس امبارح. اسوأ درس ممكن يتعمل، يعني انت بتربي ايه اللي بيتربوا عليه؟ بتربى عليه على غش، ايه اللي بيتعودوا عليه على من خلال المشهد امبارح؟ وخداع، وزيف، وكذب، وكل حاجه ممكن رغم يتقال. الناشئين دول المستقبل بتاعك. طبعا يعني انت بتتكلم على ان جيل لازم تحافظ عليه، لازم تحافظ على قيمه، لازم تحافظ على مبادئه، لان في الاول وفي الاخر الناشئين دول هم اللي هيبقوا نواه فريقك في الفتره اللي جايه. النهارده لما انت بتيجي بتتصرف مع الناشئين بالشكل ده لا تتعجب بقى ان حدث منهم ما حدث في المستقبل او ما يحدث منهم مستقبلا. وبالتالي اللي حصل امبارح سبه يعني في حق الناشئين دول حتى نفسهم الصغار دول، وما كانش يجب ابدا ان انا اتعامل او العب بيهم اللعبه الموجوده دي. لو كنت اقدر مثلا اعملها مع الفريق الكبير ما كانش يجب تماما ان انا اعملها مع فريق صغير ناشئ مستقبلا. للاسف ان ده بيحصل قدامه دلوقتي هيبقى عنده مشاكل كتيره جدا في المستقبل. مغلوب على امره طبعا، اكيد ناس كتيره جدا. يعني مثلا الجونه، فاكر الجونه لما كانت عندها مشكله مع اتحاد الكوره ولعبت وخسرت بالناشئين وخسرت 13 ساعتها وبتاع، بس لعبت في الاخر وتواجدت واحترمت. ده احترام كاس مصر ساعتها، ده احترام. وقبل كده الاهلي لعب الناشئين قدام نادي الزمالك وطلع من الناشئين دول نجوم، يعني كان ممكن الزمالك يلعب امبارح بالناشئين ويطلع منهم. يعني ماتش الناشئين بتاع النادي الاهلي كان سنه 85
وكنت انا متابع الماتش دوت يعني. كنت في استاد ولا ايه؟ لا 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 كنت لسه صغير على موضوع الاستاد لسه صغير بس كنت بتفرج عليه يعني. وكانت لعيبه صغيره كلها من 19 سنه، وكان كابتن حسام حسن وطارق خليل وشمس حامد ومجموعه كبيره جدا من الفرقه ساعتها، واعتقد ان كان معاهم كابتن احمد شوبير بس ساعتها، وحارس المرمى من فريق كبير، وقدروا ان هم يحققوا نتيجه ساعتها وفازوا على نادي الزمالك 3-2، وكان ماتش من الماتشات التاريخيه اللي ما تنسيش يعني. لو كنت انت عملت اللعيبه بتاعتك او الناشئين بتوعك امبارح بنفس المبدا، فجايز كنت اكتسبت منهم حد للفريق الكبير مثلا، جايز كنت اكتشفت منهم حد يقدر يساعدك في اماكن انت محتاجها، او حاجات انت صفقات انت بتخطط لها والكلام ده كله. لكن للاسف زي ما قلت ان الموضوع كان متشخصن امبارح، ما كانش له علاقه بالكيان ولا بالجماهيريه ولا ما كانش في تفكير في شكل الكره المصريه او الرياضه المصريه، شكل المصرية ولا شكل حتى ولا حتى شكل نادي الزمالك، ولا حتى شكل نادي الزمالك. الموضوع كان متشخصن تماما، كان واضح ان الموضوع متشخصن تماما امبارح يعني. طيب اللي جاي بقى، اللي جاي بالنسبه للنادي الاهلي ده الاهم بالنسبه لنا كلنا، مباراه صن داونز او المباراتين بشكل عام، لان الاثنين مجموعهم يؤهل ان شاء الله باذن الله للنصف النهائي، المباراه يوم السبت باذن الله تعالى. شايف استعدادات النادي الاهلي ازاي، وايه المطلوب من لعيبه النادي الاهلي في مواجهه صعبه وقويه زي دي، بخلاف طبعا التاهل يعني. التعامل يبقى ازاي مع المباراه؟ التعامل في البدايه لازم يبقى نفسيا. نفسيا طبعا. النهارده يعني كل التجارب اللي عدت في الكوره في مصر بتقول ان انا اما اتعامل نفسيا مع اللاعب ممكن يديني اكتر مما اتوقع داخل الملعب. فالنهارده لازم اتعامل معاهم نفسيا، لان فريق صن داونز زيه زي اي فرق من الثمانيه اللي صعدت للدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. مش لازم احط في دماغي الـ 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 الهزيمه بتاعت الموسم او البطوله اللي فاتت، وان حطيت في دماغي موضوع الهزيمه ده يبقى لازم تكون حافز ليا للماتشين اللي جايين ذهابا وايابا. بمعنى النهارده لازم اختار اللعيبه اللي عندها حماس واللي عندها غل واللي عندها روح في الملعب. وانا اسف انا مضطر اقول يعني ان النوعيه اللعيبه دي من النادي الاهلي ما كانتش موجوده في ماتش السوبر اللي كان في ابو ظبي. يعني في لعيب دايما النادي الاهلي كان مفتقد قائد جوه الملعب، مع احترامي لكل اللعيبه اللي لعبت، كنت محتاج لعيب يلعب بقلبه، كنت محتاج لعيب اللي هو يبقى. هل لعيبه النادي الاهلي اثرت في مباراه السوبر؟ مفيش ولا تأثير، ما كانوش موافقين؟ مفيش تاثير حصل، لكن عايز اقول ان انا كنت بروح على طبعا ما فيش توفيق حصل. وعايز اقول ان راحوا على الـ على الـ على الجون كتير وفي هجمات ضاعت، لكن برضو انا كنت محتاج نوعيه هذه اللعيبه داخل الملعب. يعني النهارده لما انا اجي العب صن داونز لازم يبقى عندي معلش يعني احمد فتحي في الجبهه اليمنى موجود. احمد فتحي لو حتى هيبقى موجود بحماسته وقلبه طبعا الاحترام والتقدير لمحمد محمد هاني كبير جدا. انا طبعا فكرة. انا والله والله ده ما تقليل لمحمد هاني طبعا طبعا، لكن انا بتكلم عن انه القوه الجسمانيه لاحمد فتحي ووجوده في الملعب كلاعب فايتر ولعيب دايما بيصد مع الافارقه. احمد فتحي من سنه 2006 بنتكلم من 14 سنه. انت حابب ان احنا يعني نتجه لجزئيه الخبرات في مباراه الخبرات دي. في المباراه اللي جايه واللعيبه اللي هي ممكن في ماتشات زي كده بتديك اكتر من طاقتها يعني. ايه في لعيب بيطلع كل اللي عنده، لكن في واحد يتحامل على نفسه ويطلع لك اقوى وافضل ما عنده داخل الملعب. انا عايز اقول ان لازم مستر ريني فايلر يختار العناصر دي، والعناصر دي تبقى جاهزه ان هي في الماتش تقدر تحقق له كل اللي هو عايزه. عندنا مفيش تسربع خالص، عندنا ماتشين، الماتش الاولاني في القاهره هيبقى معاك جماهيرك في 30,000 متفرج بيساندوك من فتره طويله قوي ما حصلتش، بتلعب على استاد القاهره، كل الظروف مهيئه ان انت تقدر تعمل نتيجه كويسه. يبقى انا كل اللي بقوله ان ما اقدرش اسيب الفرصه على استاد القاهره النهارده يوم السبت طبعا في الماتش يعني اللي قصدي عليه، غير اما انت تكون محقق مكسب يريحك في مباراه العوده. وانا كان ليا راي في موضوع مباراه العوده ده مع صن داونز، ان افضل من انك كنت تلاعب فريق عربي في دور الثمانيه تحديدا. افضل ليه؟ هقول لك ليه. احنا دايما عندنا مشكله مع نفسيه زي اللي انا ما اتكلمت عليها دي مع فرق شمال افريقيا. النهارده لو النادي الاهلي على سبيل المثال كسبان 1-0 وعايز يحافظ على الهدف بتاعه هناك مع فرقه من شمال افريقيا، الضغوط الجماهيريه اللي بتحصل والشحن اللي بيبقى زايد جدا عند الفرقه العربيه او فرق شمال افريقيا في المواقف اللي زي دي بيبقى صعب قوي انك ده. احنا حتى الماتش الهلال السوداني شفنا الدنيا كانت صعبه علينا قد ايه، رغم لو حسبتها تكتيكيا وفنيا وتاريخيا وكل حاجه قدرت تتعامل وقدرت تتفوق بالظبط كده، قدرت تتفوق وكنت رايح تكسب. لكن انا على الشحن والاجواء بس عايز اقول لحضرتك اللي حوالين الملعب. عايز اقول لحضرتك حاجه استاذ طارق، ما احنا برضو نفسيا في مباراه شمال افريقيا لما تيجي تجيب المباريات الاخيره او الفتره اللي فاتت كلها فيما عدا مباراه الترجي لما كسبنا هنا 3-1 وصلنا هناك 3، انت بتتعادل حتى هنا وبتروح تكسب هناك. اوكي
يعني بس مفيش مشكله نفسيه. الوداد برضو كسبك هناك في نهائي افريقيا، وانت كسبته قبل كده هناك. انت كسبته هناك يعني، بس مش في نهائي افريقيا، مش في نهائي. انا بتكلم عن الوداد اللي انت كسبته. انت يعني دايما مش عايزين نتغاضى عن موضوع الشحن المعنوي ده، لانه موجود. هو موجود طبعا، موجود، بس برضو يعني في بعض الاحيان بنقدر نتعامل معاه، بنقدر نتعامل. وانت كسبت، ما انت كسبت نادي الترجي في دور المجموعات 2-1 بره، وكسبت الترجي بهدف محمد ابو تريكه، وكسبت الترجي في نهائي افريقيا 2012، وبتعمل ماتشات كويسه جدا معاهم. لكن انا بقول ان في ظل الشحن اللي موجود دلوقتي، وفي ظل الموضوع ان الفرق الثمانيه كلها اللي حاصله على دوري الابطال وحققت او رغبه كل واحد فيهم ان هو يحقق البطوله، لازم تبقى مأهل نفسك ان انت تلعب بره بهدوء. وانا شايف ان هو مع سان داونز افضل بكتير جدا على الاقل الناحيه الجماهيريه. انا بتكلم عن الناحيه الجماهيريه، الناحيه الجماهيريه مع فريق سان داونز مش هتبقى بنفس الشحن المعنوي اللي موجود في فرق شمال افريقيا لما بتلعب قدامها. يعني حضرتك كنت مع ان احنا نقابل سان داونز تحديدا؟ معاهم لاسباب كتيره جدا. اولها ان انت لازم ترد اعتبارك. تمام، خلينا نتكلم بصراحه بقى. رد الاعتبار ده بيتمثل في عدد اهداف كتير ولا في التاهل؟ لا بس لا، في التاهل. في التاهل خلينا نتكلم على ان انا لازم اتاهل. وعايز اقول لك على حاجه، ان دي انا شايفها اصعب مواجهه للنادي الاهلي في البطوله السنه دي. يعني لو صعدت النصف النهائي او للفاينل، ما اعتقدش هتقابل اصعب من المواجهه اللي فيها، لان فرقه سان داونز هي فرقه كوره. يعني فرقه كوره انت شايف ان اصعب فريق في البطوله هو سان داونز؟ اصعب فريق في البطوله هو سان داونز، بجانب مع احترام كل الفرق الثانيه اللي مشاركه، لكن اصعبهم هو سان داونز. فلما تيجي انت مع سان داونز من دور الثمانيه وتقدر تعمل معاه جيم كويس او تقدر تعدي منه والكلام ده كله، اعتقد اللي جاي هيبقى اسهل ليك من سان داونز. عايز اقول ان فرقه سان داونز دايما عندها تكتيك بتلعب بيه اللي هو الكور الثابته. يمكن احنا عانينا السنه اللي فاتت من موضوع الكرات الثابته دوت، وللاسف طبعا الهزيمه اللي اتكلمنا عليها. لو مستر نيفايلر قدر ان هو يفضل النقطه دي، وقدر ان هو يتعامل معاها بشكل كويس، اعتقد ان النادي الاهلي قادر على انه يعبر سان داونز بشكل بسيط وبدون تعقيدات، في سواء في ماتش الذهاب او في ماتش العوده. مدى اهميه نجاح مسؤولي الاهلي في الحصول على الموافقات الامنيه باللعب على استاد القاهره وبحضور 30,000 مشجع؟ طبعا كان في محاوله ان العدد يبقى اكتر من كده، بس في الاخر وصلت اللي انت حاولت وسعيت ليه يعني. رأيك؟ لا، انا رايي ان لو استقر الامر عند 30,000 متفرج في استاد القاهره كويس جدا جدا. واعتقد ان استاد القاهره حتى يعني هو خلاص 30,000، انا قصدي كان في يعني محاولات ان هي يزيد يعني. اعتقد ان ممكن النادي الاهلي يقدر يزود العدد في الفتره اللي جايه في الادوار المقبله يعني. ان شاء الله انت لسه عندك 5 ايام او 4 ايام لغايه ما الماتش يتلعب، ممكن تزود لو حتى 10,000 كمان، اعتقد هيبقى شكلهم افضل كتير جدا. اتمنى طبعا. يعني ملعب استاد القاهره من الملاعب الكبيره واللي دايما لعيبه النادي الاهلي بتبدع عليها واللي بتادي عليها بشكل كويس جدا. واعتقد ان ظروف اقامه الماتش في القاهره هيبقى حافز كبير للجماهير ان هي تبقى متحمسه، بعد خصوصا في ماتشات اللي بتلعب في برج العرب بتبقى السكه طويله وبينهكوا وبيتعبوا والكلام ده كله، هيبقوا متحفظين بحماسهم حتى جوه الماتش طول 90 دقيقه يعني. فامر مهم طبعا، المباراه هتكون على استاد القاهره ان شاء الله بحضور جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله يكون ليهم دور كبير في الانتصار وتحقيق نتيجه مريحه قبل مباراه الاياب. حتى لو النتيجه مش مريحه، انت لسه عندك مباراه الاياب تقدر تتعامل معها. بالتالي تتوقع فريق سان داونز هيبقى حساباته ازاي في المباراه دي؟ هيلعب ازاي قدام النادي الاهلي؟ الشكل السيناريو بتاعهم هيبقى ايه؟ السيناريو بتاعه الطبيعي ان هو هيبقى عارف طبعا ان هو كسب النادي الاهلي في الموسم اللي فات، وبالتالي هيبقى عارف ان في رغبه قويه جدا عند النادي الاهلي ان هو يعوض، فهيلعب بتامين دفاعي كبير وتكتلات دفاعيه، ويعتمد على السرعات بتاعتها اللي هو بيتميز بيها. عشان كده انا بقول ان لازم تبقى لعيبه النادي الاهلي حركتها اسرع بالكوره، في تامين للجناحات اثناء الهجمات اللي بتطلع، سواء كان علي معلول في الناحيه اليسرى او احمد فتحي او محمد هاني على حسب اللي يلعب. فاعتقد ان هم هيلعبوا تكتيك دفاعي بحت، هيحاولوا بقدر الامكان ان هم يخرجوا من الماتش ده بلا خساره، على اعتبار ان ماتش العوده على ارضهم، وده تكتيك اغلب او معظم الفرق اللي بتلعب معاك في افريقيا يعني، بتبقى عارفه قوه النادي الاهلي قد ايه، كون ان هي تطلع من هنا حتى لو بتعادل يبقى عندها فرصه ان هي في تفوز في العوده. وبالتالي ان شاء الله ما اتمناش ان ده يحصل، اتمنى النادي الاهلي يبقى قادر على انه يحسم من هنا وان يحشد قوته ده، واتمنى كمان نشوف رمضان صبحي في الملعب موجود ان شاء الله. هو جاهز 100%، خلاص انا عارف ان رمضان جاهز، لان
هو طبعا يعني هو رمضان جاهز، بس ما اعتقدش ان هو ممكن ياخد الماتش من اوله يعني. حتى لو نزل على فترات على الاقل يبقى جاهز لماتش العوده في جنوب افريقيا بعدها باسبوع ان شاء الله يعني. ده عشان حساسيه المباريات بس يعني. لكن هو لا انا عارف ان هو جاهز، لكن بكلم على حساسيه الماتشات، ان انت ما ينفعش النهارده تدي له ماتش 90 دقيقه من اوله. وانا رايي ان هو يحتفظ برمضان صبح الفتره في المباراه الاولانيه على امل انه يبقى جاهز للفول تايم في العوده يعني ان شاء الله. حتى انا كان معايا مداخله مع خالد علي منسق فريق صن داونز، واتكلم على ان اهم الاوراق اللي هم قلقانين منها او اللي عاملين حسابها بشكل كبير هو رمضان صبحي رغم غيابه الفتره اللي فاتت. طبعا هم قابلوه رمضان عارفين، وقابل جنوب افريقيا في كاس الامم تحت 22 سنه وكان عامل جيم كبير جدا عليهم يعني. فاعتقد ان رمضان من اللعيبه المؤثرين يعني في تيم النادي الاهلي وعلى مستوى القاره كلها يعني. طيب تشكيل ممكن تتوقعه ازاي للمباراه زي دي؟ التشكيل انا رايي ان لازم طبعا بحاول ادخل جمهور النادي الاهلي في الاجواء بقى، لان خلاص التركيز كله طبعا خلاص على صن داونز بقى، عايزين ننسى فتره بتاعت امبارح خلاص. انا بتكلم على محمد شناوي طبعا هيبقى اساسي، علي معلول في الناحيه الشمال، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم يعني انا كنت مشفق عليه في ماتش السوبر. ليه؟ لانه كان بقاله فتره ما لعبش، لكن لما لعب ياسر يعني كان محطوط لهدف جدا وكان محطوط لهدف وقدر انه يحقق الهدف ده بكل نجاح في المباراه. واعتقد ان ياسر ابراهيم وألي ديانج في ماتش السوبر كانوا من افضل لاعبي النادي الاهلي في المباراه، افضل لاعبي المباراه كلها، افضل لاعبي المباراه كلها بالنسبه للفرقتين يعني. فياسر ابراهيم يلعب اساسي جنبيه رامي ربيعه او محمود الطليل، الاثنين مش هتفرق يعني، المهم ان ياسر يبقى موجود اساسي فيهم يعني. تمام. بالنسبه لخط الوسط خلاص طبعا بقى محسوم ومعروف ان هو عمرو السليه، ألي ديانج في طبعا مجدي محمد مجدي اليمين احمد فتحي، انت احمد فتحي ناحيه اليمين، محمد مجدي قفشه هيبقى طبعا صانع العاب فوق الارتكاز اللي هو عمرو السوليه واليو ديانج. وقدام انا اعتقد ان مستر فاير هيلعب بيدفع مروان محسن وعلى اليمين هيبقى حسين الشحات وجنرال اجاي. اجاي بيجيد جدا في مركز المهاجم. طبعا ممكن يكون في تفكير في المباراه دي ايضا زي ما حصل في ماتش زمان. ما اعتقدش عشان الطول بلعيبه صن داونز، لعيبه من عندهم اطوال كبيره، الكرات العاليه طبعا دايما بيتميز بيها مروان محسن. فاعتقد ان مستر ريني فايلر هيبقى حاجه رمضان محسن كراس حربه في الماتش دوت. مروان مشاغب جدا. انا عايز اقول انا بس بكرر باكد على كلامي تاني ان مروان محسن يا جماعه، الناس اللي شايفه ان مروان محسن ما بيجيبش جوان، يا جماعه دلوقتي مستر ريني فايلر بيبدا اللعب بتاعه من تحت من عند الاثنين مدافعين كويس، لازم الاثنين مدافعين يبقوا باسير بشكل كويس جدا. بيبقى عندنا قدامهم عمرو السليه واليو ديانج. لو بصيت للاجنحه بتاعت النادي الاهلي هي اللي مسجله اكبر عدد من الاهداف السنه دي. دور مروان محسن مش ان هو يسجل اهداف في الدرجه الاولى قد ما هو يعمل لي خلخله او يخبط في الاثنين المدافعين اللي ثابتين عند فرق المنافسين. يعني النهارده لما تبص هي طريقه مستر ريني فايلر كده، ان انت كراس حربه صريح او الكلام ده كله مش مهمتك الاساسيه عندي انك تجيب اجوان، مهمتك ان انت تجهد اللاعب القلب دفاع عند الفريق المنافس. ودليل على كده ان الشحات بيجيب اجوان، اليو ديانج سوري اسمه ايه مجدي قفشه بيجيب اجوان، اجاي بيجيب اجوان، كل لعيبه الاجنحه هي اللي بتسجل لك اهداف. اذا انا مش عايز الناس تفضل تهاجم مروان محسن عمال على بطال. مروان زي ما قلت مهمته الاساسيه ان هو يخبط في الاثنين قلب الدفاع بتوع الفريق المنافسين. افتقدناه على فكره في مباراه السوبر طبعا، كنا كان نادي جدا يعني، كان محتاج جدا في الماتش دوت. بس برضو اجي عايز اقول لك ان هو لاعب طبعا لاعب ماتش ممتاز جدا يعني في المباراه. يمكن الكوره بس الاخيره اللي هي اللي اتزحلق فيها دي اللي كانت ممكن تغير صوف المباراه بشكل نفس السيناريو بتاع ملعب محمد بن زايد بالظبط، هو نفس السيناريو يعني. لكن هو بيبقى طبعا توفيق وعدم توفيق، وده وارد في كره القدم، واحنا كلنا عندنا ثقافه الانتصار وثقافه الهزيمه، وارد جدا الكره تلعب، المهم ان انت تلعب بس، تكسب او تخسر دي حاجه بقى بتاعت ربنا، تبقى موفق او مش موفق خلاص دي كره قدم يعني. لكن المهم ان انت تبقى متواجد في الملعب، ده امر بيبقى مهم جدا. اخيرا رسالتك للاعبي النادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي اللي هيحضر مباراه صن داونز. طيب لعيبه النادي الاهلي ردوا اعتباركم تمام، خلاص صن داونز وقع في عقدكم تاني، مفيش هروب من المسؤوليه تماما. تمام. اعتقد ان الفرصه دي ما بتتكررش كتير، ان يبقى في فريق غلبك بالشكل دوت او عامل عليك رقم قياسي في هزيمه في موسم بيجي قبلك تاني في نفس الدور، عندك الفرصه ان انت تمحي اي هزيمه حصلت لك قبل كده. تمام. عبورك من هذا الدور هو مفتاح الفوز بالبطوله باذن الله. بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، الاستاد رجعتوا للاستاد تاني، موجودين فيه، شجعوا 90 دقيقه
يعني لو وقفت في ظهر الفريق 90 دقيقة أعتقد إن لعيبة النادي الأهلي هتحقق لكم اللي أنتم بتتمنوه بعد ما الماتش ينتهي إن شاء الله. المهم قوي كمان جمهور النادي الأهلي وهم أكيد مدركين جزئية زي دي، إن التشجيع يكون لفريق النادي الأهلي بخصوص مباراة صن داونز وبخصوص بطولة دوري أبطال أفريقيا وبخصوص الهدف الأساسي اللي كلنا بنسعى ليه دون تطرق لأي أمور أخرى ممكن تكون حدثت قبل كده. الدعم، كل الدعم للفريق في الملعب، مش عايزين اللعيبة تتأثر طبعا بأي هتافات. أنا عايز أقول إن الماتش تحديدا بتاع صن داونز هيبقى يوم عيد بالنسبة لهم. بالظبط، انت راجع تلعب على استاد القاهره او تشجع في استاد القاهره بعد غياب طويل جدا، وبالتالي حافظ على على المكتسبات دي عشان تقدر تتواجد في استاد القاهره على طول ان شاء الله ورا فرقتك باذن الله. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. استاذ طارق نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا. اشكرك. شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا رب. استاذ طارق عوض الناقد الرياضي الكبير كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. دي كانت حلقتنا، وبكره حلقه جديده استنونا ان شاء الله. الى اللقاء.